طيب بص بقى يا جماعه، هنحل مع بعض الامتحان الاول وانا اقول لك اهم الافكار اللي موجوده فيه وبعد كده نبدا الشرح بتاعنا. السؤال الاول، عمليه التبرز لا تعد اخراج. شرط اساسي للماده اللي بتطلع من جسمك عشان تبقى فضلات اخراجيه ان هي لازم تبقى نتجت من تفاعل حي وحصل في الجسم بتاعك، ولازم تكون عدت الاغشيه البلازميه. يعني الماده عشان اقدر اقول ان هي اخراج تبقى عدت الاغشيه البلازميه اللي موجوده في جسمك، الاغشيه البلازميه بتاعت الخلايا، والحاجه الثانيه تبقى نتجت من تفاعل حصل في الجسم بتاعك. فانت قلت لي يعني ايه؟ قلت لك يعني مثلا وانت بتتنفس بتاخد اكسجين، خلاص؟ فالاكسجين دخل في جسمك بيعمل تفاعل حيوي اللي هي عمليه الاكسده الخلويه، وبيروح يساهم في عمليه اكسده الجلوكوز اللي بيتحول لثاني اكسيد الكربون وميه واي تي بي. يبقى اذا كده الاكسجين لما اتحول لثاني اكسيد الكربون الطبيعه بتاعته مالها؟ اتغيرت ونتج من تفاعل حيوي. فمثلا بنعتبر ان ثاني اكسيد الكربون فضلات اخراجيه. الحاجه الثانيه مثلا الاحماض الامينيه لما بتتكسر بتديني حاجه اسمها نشادر. النشادر دي ما كانتش ماده من الاول، دي نتجت من تكسير الاحماض الامينيه، يبقى دي ماده نتجت من تفاعل حيوي، ودي ماده ضاره وماده سامه، خلاص؟ وهي طالعه بتعدي الاغشيه ايه؟ البلازميه. فالسؤال الاول بيقول لك ليه عمليه التبرز لا تعد اخراج؟ وذلك لان بقايا الطعام الغير منظوم لم تعبر الاغشيه البلازميه. يعني ده الطعام زي ما هو ما اتهضمش، بقايا طعام غير مهضوم، ما عدتش الاغشيه البلازميه، والطبيعه بتاعتها ما اتغيرتش، يعني هي ما نتجتش عن تفاعل حيوي في الجسم عشان نقول ان بقايا الطعام دي تعتبر فضلات ايه؟ اخراجيه. يبقى يجي يسالك ليه عمليه التبرز لا تعد اخراج؟ ليه يا جماعه؟ لان بقايا الطعام الغير مهضوم لم تعبر الاغشيه البلازميه، خلاص؟ ما عدتش الاغشيه البلازميه، والحاجه الثانيه ان بقايا الطعام دي لم تنتج عن تفاعل مين؟ حيوي. مش بتضطر انت تكتبها، ما تكتبش ليه؟ انا هحط لك الاجابات في اخر صفحه. خلاص ما تكتبش ان حاطط لك الاجابات يعني. خلاص؟ طب ده السؤال الاول. السؤال الثاني، اذكر ثلاث امثله توضح اختلاف المواد الاخراجيه باختلاف المواد الغذائيه ومعها تختلف الاعضاء الاخراجيه. قال لك يعني ببساطه عايزك تقول لي امثله على الفضلات الاخراجيه. امثله الفضلات الاخراجيه اللي تطلع من الانسان ثاني اكسيد الكربون، نشادر، يوريا، وحاجه اسمها مين؟ حمض اليوريك. او حمض البوليك. طب ما دي الفضلات الاخراجيه. ثاني اكسيد الكربون ده بيبقى جاي منين يا جماعه؟ ده بيبقى جاي من حاجه اسمها عمليات الايض اللي هي الاكسده الخلويه، بيبقى جاي من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات لما نعمل لها عمليه اكسده خلويه بوجود مين يا جماعه؟ الاكسجين. بيدينا مين؟ ثاني اكسيد الكربون. يعني مصدر ثاني اكسيد الكربون كفضلات اخراجيه بيبقى جاي منين؟ من الكربوهيدرات. طيب ثاني اكسيد الكربون بيطلع منين؟ العضو الاخراجي الوحيد اللي بيطلع منه ثاني اكسيد الكربون هي الرئتين. الحاجه الوحيده، الفضلات الوحيده اللي بتطلع من مكان واحد بس هي الرئتين اليمين، ثاني اكسيد الكربون. يبقى ثاني اكسيد الكربون بيطلع من ايه؟ من الرئتين. طب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الثلاثه دول اصلا او اولا نبدا بالاثنين دول. النشادر واليوريا بيكون مصدرهم بص مين؟ البروتين. لما بيتكسر بيديني حاجه اسمها احماض امينيه. ما تقلقش يعني الكلام ده كله انا شرحه في الفيديو الاول يعني، بس انت هتسترجع بيه. البروتين لما بيتكسر بيدينا حاجه اسمها الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه هي الشكل ده يا جماعه، سي اتش سي او او اتش ان اتش 2 هنا ار، اسمها مجموعه القيل برضه شرحها بالتفصيل. بص هنا الان اتش 2 والاتش الاثنين دول على بعضهم اسمهم ان اتش 3. دي النشادر. النشادر دي ماده السموميه بتاعتها عاليه جدا، هي جت منين كده؟ من تكسير الاحماض الامينيه اللي بتيجي من تكسير مين؟ البروتين. الماده دي السموميه بتاعتها عاليه جدا، بتعمل سميه في المخ اصلا، بتدخل الناس في غيبوبه وحاجات كتير. ايه اللي يحصل بقى؟ تروح النشادر دي رايحه على الكبد. فيروح الكبد يحول النشادر الى يوريا. يعني اصلا انت كده حتى بقيت عارف اليوريا جت منين؟ ده من مين؟ من النشادر اللي جايه من الاحماض الامينيه اللي نتجت من تكسير مين؟ البروتين، تروح لمين النشادر؟ للكبد. اكمل لك بقى. النشادر راحت للكبد صح؟ وبيجي لها شويه ثاني اكسيد الكربون برضه. يعني كان كده النشادر اللي شارك في تكوينها حشتين، اليوريا سامح لي، شارك في تكوينها حشتين. ثاني اكسيد الكربون اللي بيبقى جاي منين؟ من الكربوهيدرات، في شويه منهم بيطلعوا في النفس على طول، وفي شويه يروحوا للكبد يركبوا مع النشادر ويصنعوا لي مين؟ يوريا. طيب اليوريا دي من الفضلات النيتروجينيه وهي اقل سميه من النشادر، خلاص وصلت كده؟ بتطلع منين بقى؟ بتطلع في حشتين. بتطلع في العرق بس بكميه ضئيله، وبتطلع فين يا جماعه؟ في البول. خلاص؟ طبعا العضو الاخراجي للعرق اللي هو مين يا جماعه؟ الجلد. خلاص؟ دي الغدد العرقيه اللي بتستخلصه وتطلع من مسام العرق، والبول اللي هي مين يا جماعه؟ الكلى. هي الكليتين يعني.
يبقى انت ليكم خلي بالك ان السؤال كان بيقول ايه؟ كان بيقول لك اديني مثال لفضلات اخراجيه خلاص؟ والماده اللي كونتها والعضو اللي بيستخلصها، واصله كده؟ طب هنا بقى ثالث حاجه اللي اسمها حمض اليوريك، بص كده ببساطه خالص، في حاجه اسمها الاحماض النوويه. الاحماض النوويه دي يا جماعه اسمها كده دي ان ايه وار ان ايه، انا شايف الكلام ده بالتفصيل في الفيديو ما تقلقش. الاحماض النوويه اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه لما بتتكسر بتدي حاجه اسمها نيوكليتيدات، الوحده البنائيه ليها اسمها كده نيوكليتيدات. في حاجه كده من النيوكليتات اسمها الاي وجي، ما تقلقش يعني انت عارف كده خلاص، يعني في حاجه اسمها الاحماض النوويه خلاص، الوحده البنائيه اسمها مين؟ نيوكليتيدات، في نوع اسمه الاي ومين؟ والجي، تبع عيله كده بيسموها بيورينات. دول لما بيتكسروا بيدونا مين؟ حمض اليورين. يعني جابك عايز تخلي بالك بس من حاجه صغيره، المشاجر واليوريا اصلهم احماض امينيه بتاعت البروتين، اما حمض اليوريك احماض نوويه بتاعت الدي ان اي والار ان اي، وصلت كده؟ حمض اليوريك الكميه بتاعته بتبقى قليله جدا اصلا، وبيطلع فين يا جماعه؟ بيطلع في البول. معلومه صغيره خالص كده، يبقى احنا جبنا الفضلات الاخراجيه اللي عندنا. ترتيبهم من حيث السميه، الفضلات النيتروجينيه اكثر سميه من ثاني اكسيد الكربون، ومن حيث السميه ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه. دول ترتيبهم على حيث المواد الاكثر ايه؟ سميه. وصلت؟ معلومه اخيره خالص، شايف حمض اليوريك ده؟ معلومه ليك يعني. حمض اليوريك ده لما بيزيد في الدم خلاص؟ بيروح يترسب في المفاصل، عارف المفاصل بتاعت ايديك ورجليك كده، يعمل مرض اسمه النقرس. كان في مرض كده اسمع عنه اسمه مرض النقرس، ده بيكون سبب زياده مين؟ حمض اليوريك. حمض اليوريك المفروض ملح دايت في الدم والكليه تسحبه وتنزله فين؟ في البول. اللي يحصل بقى لما نسبه حمض اليوريك تزيد يبدا يترسب، بس يترسب فين؟ في المفاصل، بيعمل مرض اسمه مرض ايه؟ النقرس. انا بس الحاجه انت ما فاهمهاش، لو سمعت يقول لك مرض النقرس وحمض اليوريك واللي جاب النقرس اليوريك الكلام ده كله، لكن هو السؤال كان بيقول لك ايه؟ اذكر ثلاث امثله للمواد الاخراجيه، ذكر لك هم ثلاثه، الحاجه الثانيه اختلاف المواد الغذائيه، يعني قول لي مين المواد الغذائيه بتاعته، والحاجه الثالثه قول لي مين الاعضاء الاخراجيه، فاحنا جاوبنا لك السؤال وما تكتبش حاجه برضه في الاجابه المكتوبه. خلاص؟ والفيديو هيبقى معاك اصلا ما تكتبش حاجه. طيب، جينا السؤال اللي بعد كده. ايه هو الشرط اللازم لحدوث عمليه الاخراج؟ يعني ايه الشرط اللازم يحصل عشان اقول دي عمليه اسمها عمليه اخراجيه؟ يعدي الاغشيه البلازميه، قلت لك شرط الاخراج ان الماده الاخراجيه تكون عدي الاغشيه بلازميه وتكون اتكونت في الجسم نتيجه تفاعل حيوي، ده لو في حاجه ممكن تتكون ما تتكونش من تفاعل حيوي بتكون من النيتروجين اصلا. وانت بتاخد الشريط بتاخد نيتروجين وبتطلعه ثاني في الزفير، ما عرفش انه اي حاجه. يعني نزل نيتروجين اللي بيدخل في الشريط وبيطلع في الزفير، هل ده فضلات اخراجيه؟ لا خالص، وصلت كده؟ ليه؟ لان طبيعته ما اتغيرتش وما نتجش عن تفاعل حيوي، وصلت كده؟ يبقى ايه الشرط اللازم لحدوث عمليه الاخراج؟ ان تكون الماده عدت مين؟ الاغشيه البلازميه، وتكون نتجت عن تفاعل حيوي حصل في الجسم، وتكون الماده ضاره اصلا للجسم. قلت لي لو في حاجات ممكن ما تعتبرش اخراج وهتلاقينا انا شرحها في الفيديو الاول، اقول لك اه الدموع. هل الدموع تعتبر اخراج؟ لا. اللعاب، هل اللعاب يعتبر اخراج؟ لا. لبن الام، هل لبن الام يعتبر فضلات اخراجيه؟ لا، دي كلها مواد ليها فايده اصلا، يعني اللعاب والدموع ليه وظيفه مناعيه اصلا. وصلت؟ ودي مش فضلات اخراجيه ضاره. واصلة كده؟ فهتجينا مش عارف لك الحته. يبقى عرفت ايه هي الشروط اللازمه لحدوث عمليه الاخراج، فيها مشكله؟ السؤال اللي بعد كده. تنتشر بعض التراكيب في جلد الانسان بين البشره والادمه. عايز استرجع لك حاجه صغيره، جلد الانسان بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه اسمها البشره وطبقه داخليه اسمها مين؟ الادمه، والبشره نفسها طبقتين، بشره خارجيه وبشره مين؟ داخليه والادمه. حلو الكلام؟ في تراكيب بتبقى موجوده في الادمه والتراكيب دي مكمله من الادمه لحد مين؟ البشره. اديني مثال مشهور خالص، الغده العرقيه. الغده العرقيه الغده نفسها موجوده في طبقه الادمه، خلاص؟ ليها قناه فاتحه فوق على طبقه البشره من فوق، فاتحه في حاجه اسمها المسام اللي بتطلع مين؟ العرق، يبقى مثال اول حاجه كده الغده العرقيه. نمره اثنين الشعر. مصيده الشعر، بدايه الشعر دي موجوده في طبقه مين؟ الادمه، وشعر طالع لفوق عند مين؟ عند البشره. الحاجه الثانيه النهايات العصبيه. النهايات العصبية الحسية دي موجودة في طبقة الأدم وجاية عند نهاية طبقة مين؟ البشرة، فأنت عندك أهو تركيب. حاجة الرابعة الأوعية الدموية، عندك أوردة وشرايين وشعرات دموية تبقى موجودة في طبقة مين؟ الأدم ورايحة لخلايا طبقة إيه؟ البشرة، فدي تعتبر أمثلة لتراكيب موجودة في طبقة الأدم ومكملة لطبقة مين؟ البشرة. طيب، ماذا يحدث عند ارتفاع الحرارة وتأثيره على الأوعية الدموية والغدد العرقية؟ يعني الجو حر، السؤال ببساطة الجو حر. ايه اللي هيحصل في الاوعيه الدمويه وايه اللي هيحصل للغده العرقيه؟
يعني ببساطه خالص ايه تاثير الحراره على معدل افراز العرق؟ فهمت كده؟ تعال احكي لك. الجو حر، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل تمدد للاوعيه الدمويه، بتوسع. يبقى لما بتزيد درجه حراره الجو الاوعيه الدمويه بتحصل ايه؟ تتمدد. وصلت كده؟ يعني بدل ما هي ضيقه توسع، ماشي. تمدد الاوعيه مين؟ الدمويه. اتمددت وسعت، يعني كميه الدم اللي ماشيه فيها مالها؟ هتزيد، فهيزيد الامداد الدموي اللي رايح للغده العرقيه، يعني كميه الدم اللي رايحه للغده مالها؟ كتير، هيزيد الامداد الدموي للغده مين؟ العرقيه. طب ولما يزيد الامداد الدموي للغده العرقيه فيزيد معدل استخلاص العرق. وصلك كده؟ فهيزيد معدل استخلاص العرق، فهيزيد معدل التعرق. وصلت كده؟ يعني كده في درجة الحرارة المرتفعة معدل إفراز العرق بيماله عالي. وصلت؟ عرفت اللي جاب منين الأول؟ تمدد الأوعية الدموية، زيادة الإمداد الدموي للغدة العرقية، فيزيد معدل استخلاص العرق، فيزيد معدل إيه؟ التعرق على مسام الجلد، غير كمان إن العرق لما بيتبخر على الجلد بيلطف من درجة الحرارة أصلاً. وصلت كده؟ طب فهمنا السؤال ده. السؤال اللي بعده، الطبقة السطحية للجلد تؤثر على الطبقة الداخلية فقط ولا يحدث العكس؟ احنا قلنا البشره كم طبقه؟ اثنين، في بشره خارجيه وبشره داخليه وتلاقي اقل. السؤال ببساطه بيقول لك طبقه البشره اللي هي طبقتين، في البشره الخارجيه وطبقه البشره مين؟ الداخليه، وتحت في مين؟ الابل. انا رسمها برضه بتبص للرسمه دي. طب يبقى هنا في بشره خارجيه ودي بشره داخليه. السؤال ده بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك الطبقه السطحيه للجلد بتاثر على الداخليه فقط ولا يحدث العكس؟ لما يجي يقول لك سؤال مدى صحه هذه العباره لازم تبقى اجابتك تقول لي عباره صحيحه يا عباره خاطئه، ده الكلام. يعني سؤال مدى صحه هذه العباره ده في درجه محطوطه ان انت بتقول لي هي صح ولا غلط، وفي درجه محطوطه على مين؟ على التفسير. ايه مدى صحه هذه العباره؟ عباره خاطئه. دي اول حاجه. ليه بقى؟ اللي بره بتاثر على اللي جوه واللي جوه بتاثر على اللي بره. ازاي بقى؟ جالك احكي لك بقى. الطبقه الخارجيه يا جماعه من خلايا قرنيه ميته. دي خلايا ميته. بها مادة صلبة اسمها كيراتين. يبقى الطبقة الخارجية دي خلايا ميتة بها مادة صلبة اسمها مين؟ كيراتين. تعمل ايه؟ تشكل حاجز مناعي يصعب اختراقه بالميكروبات والكائنات الممرضة. لما هنا يبقى في خلايا ميتة مفيش ميكروب هيقدر يخرج دي. يعني ده معناته ان البشرة الخارجية موفرة حماية للبشرة ايه؟ الداخلية. خلاص وصلت كده؟ يبقى البشرة الخارجية خلايا ميتة بها مادة صلبة اسمها مين؟ كيراتين. بتعمل ايه يا عم الحاج؟ حاجز مين؟ مناعي. يبقى هي بتوفر حمايه للطبقات الداخليه كلها. طب ماشي انا اقتنعت بدي. طب ودي ايه علاقتها بدي؟ احكي لك. البشره الخارجيه بتكون عرضه للاحتكاك وانت بتفرك جلدك، ودي خلايا ميته. فبيحصل ايه؟ بتتجدد باستمرار. من ايه؟ من الخلايا الحيه الموجوده في البشره الداخليه. البشره الداخليه دي خلايا حيه معدل الانقسام بتاعها عالي، فكل ما انت تعمل كده شلت دول شويه تانيين طالعين منين؟ من تحت يجددوه. يبقى اذا البشره الداخليه خلايا حيه تنقسم باستمرار لتعويض الفاقد من البشره ايه؟ الخارجيه. يبقى اذا دي بتاثر على دي ودي بتاثر على دي، وبرده الاجابه مكتوبه عندي. طب السؤال بعد كده، ماذا يحدث في حاله غياب الخلايا الصبغيه المفرزه لماده الميلانين؟ البشره الداخليه بيبقى فيها خلايا حيه فيها ماده صبغيه اسمها صبغه مين يا جماعه؟ ميلانين. فالسؤال بيقول لك ببساطه ايه اللي هيحصل لو غابت الخلايا المفرزه للميلانين؟ ببساطه لن يكتسب الجلد لون. اصلا اللي بيدي الجلد اللون المميز بتاعه هي صبغه مين؟ الميلانين. ده نمره واحد. نمره اثنين، صبغه الميلانين دي ليها دور مناعي بتحميني من التاثير الضار لاشعه الشمس. يعني انت كده تبقى عرضه لحدوث طفرات، حاجه اسمها طفرات او تلف في الدي ان اي ممكن يؤدي لسرطان الجلد اصلا. ليه؟ هتتعرض لتاثيرات خطيره من ضوء الشمس. يبقى اذا ان غاب صبغه الميلانين من الخلايا الداخليه دي خلاص، اولا لن يكتسب الجلد لونه المميز، ده نمره واحد. نمره اثنين، هيكون اكثر عرضه وتاثيرا بضوء ايه يا جماعه؟ الشمس، باشعه الشمس الضاره، لان دي اللي واصله. وهتلاقي ان انا قلت لك ان في ناس اصلا ما بيكونش الصبغه دي عندهم اصلا، يعني يكون عندهم مشكله في انتاج صبغه الميلانين اللي هم بيسموهم الالبينو. ناس كده بيكونوا بيض كلهم، يعني وشهم ابيض، والصبغه دي موجوده في الجلد، في الشعر، وفي العينين. فتلاقي ممكن تلاقي الشخص ده تلاقي عينيه حمراء مش سودة زي ما احنا كده، شعر ابيض، جلد ابيض، ده ما يقدرش يستحمل الشمس خالص. اولا هو جلده كده مش مكتسب لون مميز، والحاجه الثانيه اول ما يطلع الشمس تلاقي وشه بيكون احمر. ليه؟ لانه بيتاثر باشعه مين؟ الشمس.
السؤال بعد كده، ماذا يحدث في حاله غياب الغده الدهنيه للجلد؟ بص يا جماعه، في الشعره بتبقى موجوده البصيله بتاعتها في القدم وبتبقى طالعه فوق كده، الشعره بتبقى محاطه بغده دهنيه كده. تعمل الغده الدهنيه بتفرز ماده دهنيه. حلو الكلام. بتعمل ايه بقى الماده الدهنيه دي؟ بتكسب الشعره ليونه لمنع تقصف طبعا، والحاجه الثانيه هي اللي مسؤوله عن ترطيب البشره. يعني بشرتك لما تبقى جافه ده بسبب نقص الماده ايه؟ الدهنيه. فهنا السؤال بيقول لك ايه اللي يحصل لو غابت الغده الدهنيه؟ لم تكتسب الشعره الليونه، فهذا يؤدي لتقصف الشعر. نمره واحد. نمره اثنين، يؤدي ذلك الى جفاف ايه؟ جفاف الجلد. جلد عربي، كل عربي ملوش علاقه بترطيب الجلد يعني. خلاص؟ جفاف وترطيب الجلد بتاعك بسبب المواد ايه؟ الدهنيه اللي من الغده الدهنيه الموجوده. طب سؤال بعد كده. اي مما يلي من وظائف طبقه بشره الجلد الانسان؟ يلا جاوب انت بقى. ايه ايه وظيفه بشره طبقه بشره جلد الانسان؟ ايه الاجابه؟ ايه؟ عموما البشره عموما. ايه الاجابه؟ منع غزو البكتيريا. مش هي يا جماعه فيها طبقه كرانيه من خلايا ميته؟ قلت لي تلطيف الحراره، قلت لك تلطيف الحراره والبشره عشان عايزه تتخف حراره الجسم، ده العقل في البشره. وصلت كده؟ طيب. اي مما يلي من وظائف الادمه؟ ايه بقى؟ ولا انتاج العرق؟ طيب افراز العرض، افرازه يعني ان احنا نطلعه، يعني احنا نفرزه، يعني احنا نصبه، يعني احنا نطلعه من المسام اللي في البشره، لكن الادمه الانتاج الاستخلاص. يبقى طبقه الادمه استخلاص العرض. استخلاص يعني احنا ننتجه بقى، احنا نكونه، نسحبه من الدم. طيب ماذا يحدث لمعدل افراز العرق في شهر يوليو؟ الحر يعني بيزيد. فسرناه. طيب ما المسؤول عن اليونت خلاص وحركة، هي مش حركة العضلة، هي حركة الشعر. هي اللي مسؤولة عن اليونت وحركة الشعر وعضلة الشعر. الليونة الغدة الدهنية، والحركة في عضلة كده واصلة في الشعر اسمها عضلة الشعر، بيروح لها تنبيه عصبي لا إرادي. عارف أنت في حالات الخوف شعرك بيلف، ليه العضلة دي بتروح بالك الشعر؟ تشوف انت كلاب وهي خنجه وجطه، فبتلاقي شعرها واقف كده، تعرف ان هي كده في خنجه بقى. يلعب الجلد دور مشترك في ثلاث اجهزه، اذكرهم. ايه الثلاث اجهزه اللي بيلعب فيهم الجلد؟ طبعا احنا بنشرحهم في الجهاز ايه؟ الاخراج استخلاص العرق. خلاص؟ والوحده الوظيفيه لاستخلاص العرق اسمها الغده العرقيه. ده هو الجهاز. طب ايه الجهاز الثاني؟ احساس. جاب منين احساس حضرتك؟ في النهايات العصبيه الحسيه اللي موجوده تبقى طالعه من طبقه الادمه، ده اللي بتخليك تعمل ايه؟ تحس. طب اخر حاجه دور مناعي. اصلا الجلد فيه الطبقه الكرانيه من خلايا ميته صلبه يصعب الترقب بالميكروبات والكائنات الممرضه، ده غير ان السنه الجايه لما ناخد المناعه اقول لك ان العرق ليه وظيفه مناعيه، هو سائل يمتاز بالملوحه العاليه، فالملوحه العاليه بتاعته بتقتل الميكروبات كمان. وصلت كده؟ طيب ايه هي الماده الاخراجيه اللي بتطلع من عضو واحد؟ استنى بس الاخراجيه ده دي الوحيده طالعه منين؟ من وسط كده؟ عايزين نسترجع معلومتين صغيرين قبل ما نبدا في شرح درس المره. ايه بقى المعلومتين الصغيرين؟ قلت لك انا فضلات النيتروجينيه كم نوع؟ ثلاثه. شارب يوريا حمض اليوريك او البوليك، يعني ليه اسمين، اسمه اليوريك اسيد او البوليك يعني. خلاص وصلت كده؟ طيب ايه ترتيبه من حيث السميه؟ نشاجه يوريا يوريك. ترتيبه من حيث السميه وقلهم سمية ثاني كربون، هل ده فضلات نيتروجينية؟ لا اسمها فضلات أيضية. دي جاية من تكسير الكربوهيدرات في عملية التنفس، خلاص وصلت كده؟ دورة كريبس والجلايكوليسيس كان بيطلع منها ثاني أكسيد الكربون ومية دي في دي. طيب السؤال اللي بعد كده. إيه المعلومة؟ دلوقتي العرق بيبقى فيه مية. والنفس بتاعك بيبقى فيه مية، يعني الرئتين بتطلع ثاني أكسيد الكربون ومية في النفس، والعرق فيه مية. ايه الفرق ما بين الميه بتاعت العرق وبين الميه بتاعت النفس؟ السؤال ده. ايه الفرق ما بين الميه بتاعت العرق والميه بتاعت النفس؟ ما هي ميه. الحاله الفيزيائيه. الميه اللي طالعه في النفس بتبقى في صوره بخار ميه. والميه اللي طالعه في العرق بتكون في صوره سائله. خلاص؟ خلصناه بقى. فنبدا بقى جزء جديد بقى، هو مين يا جماعه في الكلمه؟ في اي مشكله الكلام ده؟ الموضوع سهل جدا. بص الامتحان هيبقى معاك برضه، ابعته لك فيديو، انت هتروح تسمع الفيديو الاول قبل ما تحل الامتحان، هتلاقي ان كل الكلام ده بقى مشروح بالتفصيل. وافضل حاجه ان انت لو سمعت الفيديو وكتبته ورايا مش هتحتاج ان انت تذاكر تاني اصلا، لو كتبتهم ورايا الموضوع ده جدا. ها؟
حد عنده اي سؤال؟ تمام كده؟ بصوا بقى يا جماعه، جاي نشرح النهارده الكليتين خلاص كعضو من الاعضاء الاخراجيه اللي هي كانت الماده الاخراجيه اللي بتطلع منها اسمها البول. دي كانت في المقدمه الاول بتاعت الاخراج والكلام ده كله، بيقول لك ان الكليتين بتستخلص ايه؟ حاجه كده اسمها البول اللي بتطلع بره الجسم من الفضلات الاخراجيه. فبدايه الكلام بقى بنقول لك ايه؟ بنقول لك ان الكائنات الفقاريه، كائنات فقاريه يعني فيها عمود ايه؟ فقري. مالها بقى؟ بتحتوي على كليتين. الكائن الفقاري فيه كليتين بيختلفوا في شكلهم وحجمهم على حسب درجه رقي الكائن ده. اصل في فقاريات دنيا او اقل رقيا، وفي فقاريات راقيه او عليا لو زينا احنا يعني او كائنات سديه يعني. يبقى اذا بقول لك ايه بقى؟ الكائنات الفقاريه اهي، الكائنات الفقاريه تحتوي على ايه يا جماعه؟ كليتين يختلفان في الشكل ومين والحجم على حسب درجه رقي الكائن الحي. احنا عندنا كام نوع من الكائنات الفقاريه؟ اثنين. في فقاريات دنيا اللي هي اقل رقيا، وفي فقاريات عليا هي زينا. بص الموضوع ببساطه بقى، الفقاريات الدنيا اللي هي اقل رقيا ده زي الاسماك والبرمائيات. برمائيات زي كائن كده اسمه السلمندر، حاجه عامله زي السحالي كده خلاص، وزي الضفادع. يبقى الفقاريات الدنيا مين هم يا جماعه؟ الاسماك والبرمائيات. قلت له مين يا عم البرمائيات؟ زي الضفدع ومين؟ والسلمندر. مالهم بقى؟ الكليتين اللي موجودين فيهم بيكونوا طوليتان، يعني بالطول ورقيقتان، يعني الكليتين هنا بيبقوا عاملين كده في الفقاريات الدنيا، هم طوليتان كده. يبقى الكليتان في الفقاريات الدنيا اللي هي اقل رقيا بتكون طويله ورقيقه، طوليتان ورقيقتان، بتكون هنا كليتان طويله ومين؟ ورقيقه وعلى جانبي العمود الفقري. قلت له حلو. الفقاريات العليا هي زي الثدييات اللي هو منهم مين يا جماعه؟ البشر اللي تبع حاجه كده اسمها رتبه الرئيسيات. خلاص؟ مالهم بقى؟ الكلية في البشر بتبقى أكثر اكتنازا، قلت له يعني اكتنازا؟ يعني الحاجة بدل ما هي بالطول بقت مبططة كده. يبقى الكليتان في الفقاريات العليا بتكون أكثر إيه؟ اكتنازا، أهي عاملة كده. أهي. وتشبه حبة اللوبيا. في حاجة كده، بص في فاصوليا وفي اللوبيا، فاصوليا كبيرة. تحس إن الفاصوليا شبه اللي هناك. اللوبيا بقى حاجه صغيره كده فيها نقطه سوداء كده، في حاجه صغيره كده فيها نقطه سوداء كده، يعني مش عارف اعرف ولا ايه عارفه. انا جايبها لك مره يعني كده كده. حاجه حاجه صغيره كده فيها نقطه سوداء دي شبه حبه ايه؟ اللوبيا. يبقى اذا الفقاريات العليا اللي زينا بتكون الكليتان يا جماعه اكثر اكتنازا، صغيره مبططه كده خلاص، وتشبه حبه مين؟ اللوبيا. احنا بقى شرحنا النهارده كله عن الكليه في الفقاريات العليا، هنبدا بقى نشوف الرسمه بتاعتها والتركيب بتاعها وناخد فيها قطاع بالطول. يعني هي الكليه مثلا لو هي كوره كده مدوره انا اقطعها كده وابصها من قدام، يبقى ده قطاع طولي مش قطاع عرضي، قطاع عرضي كده انا اقطعها كده بالطول واشوف التركيب بتاعها. قبل ما اتكلم عن التركيب بتاعها لقينا ان الكليه فيها حاجه كده من بره اسمها القشره خلاص الطبقه الخارجيه، وفي حاجه جواها هنا اسمها النخاع. الكلام ده ظهر في القطاع الطولي، قشرة ومين؟ نخاع، وفي حتة داخلية كده اسمها حوض الكلية. يبقى قشرة ونخاع والحوض. خلاص؟ وطلع منها حاجة كده اسمها الحالب. يبقى قشرة، نخاع، الحوض والحالب. بص شوية فيزياء كده، المنظر ده اللي عامل كده بيسموه محدب. والمنظر ده بيسموه مقعر. يبقى في قشرة محدبة والحوض بيكون ماله مقعر، وعند الناحيه المقعره بيبقى نازل مين؟ الحالب. فتعالى بقى نرسم رسمه الكليه في الفقاريات العليا اللي هي بتكون اكثر اكتنازا، ونشوف شكلها ووصفها والتركيب بتاعها والطول والعرض والكلام ده كله. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ كده ده؟ تعالى نشوف طبعا الحاجات دي كلها مرسومه عندك يعني. قلنا في القطاع الطولي هشوف كم حاجه فيها؟ ثلاثه، قشره ومين؟ ونخاع ومين؟ وحوض الكليه. بص بقى يا جماعه،
اللي موجودة من بره دي الطبقة الخارجية. دي مين يا عمي؟ دي القشرة. أقل سمكة مقارنة بمين؟ بالنخاع، وبتكون طبقة خارجية محدبة ولا مقعرة؟ محدبة. عامل كده. خلاص وصلنا؟ بعد القشرة بتيجي طبقة كده اسمها النخاع. بس هعمل لك حاجة كده موجودة. النخاع عليه حاجات كده عاملة زي الأهربات. الطبقة دي اسمها أهرامات. الطبقة دي الحمراء دي اسمها مين؟ النخاع. ده بيكون السمك بتاعها أكتر. الأهرامات دي كان اكتشفها عالم اسمه ملبيجي، فبيسموها أهرامات ملبيجي. ما حدش اتكلم عنها، بس أنت عارف دي الطبقة دي اسمها مين؟ النخاع. والطبقة الداخلية دي اسمها مين؟ حوض الكلى. حوض الكلى اللي نازل هنا بمين بقى؟ حاجة اسمها إيه؟ الحالب. أهو. إحنا عارفين إن القشرة الخارجية المحددة والنخاع الداخلي اللي موجود فيه حاجات شبه الاهرامات، والحته الداخليه المقعره دي اسمها مين؟ حوض الكليه. يبقى داخل ليها وعيين دمويين، داخل ليها شريان وطالع منها وريد. ده عارف بقى الشريان بيبقى رايح العضو وريد طالع من العضو. يبقى الكليه نفسها من الناحيه المقعره بيبقى نازل لها مين؟ شريان ووريد. طبعا النزرج يبقى ده مين ده؟ ده وريد. ده وريد. والاحمر شريان. ده اسمه الشريان الكلوي والوريد الكلوي. يبقى ده شريان كلوي. ده داخل خلاص؟ واللي طالع ده اسمه وريد كلوي. تمام. تعالى بقى نتكلم شويه بقى، انت عرفت كده الكليه وشفت الشريان والوريد وطالع منها الحالب والكلام ده كله. بص بقى يا جماعه. الكليه بقى مكانها فين؟ احنا اتفقنا ان الكليه في الفقريات العليا زي الانسان بتكون اكثر اكتنازا، يعني بدل ما هي طويله بتنزل كده صغيره. على جانبي العمود الفقري. لو انا وقفت لك كده بالجنب فالاعضاء بتاعتك من جوه والاعشاء بتكون محاطه بغشاء اسمه غشاء البيتون. قول كده تاني. لو انت واقف كده بالجنب دي بطنك وده العمود الفقري بتاعك. تمام؟ خلاص؟ وانت واقف كده الاعشاء الداخليه بتكون محاطه بغشاء اسمه مين؟ غشاء البريتون. يبقى غشاء البريتون هو غشاء يحيط بالاعشاء مين؟ الداخليه. بص بقى الكليتين فين؟ وراء. يعني على جانبي العمود الفقري من ورا خلف غشاء مين؟ البريتون. وصلها كده؟ في الجزء العلوي بتعرف فين؟ يعني جالي هنا. خلاص؟ يبقى في الجزء العلوي من البطن على جانبي العمود الفقري خلف غشاء مين؟ البريتون. وصلها كده؟ يعني انت لو واقف فيها كان الكليه هنا. اصلا الكليه انت لو نزلت كده بالضلوع بتلاقي في ضلعين كده اخر ضلعين. خلاص بيبقوا مش واصلين من قدام، هي وراهم. خلاص زي ما خد السنه الجايه حاجه كده اسمها الضلوع العائمه. الضلوع العائمه هي وراهم بقى، هم بيوفروا لها حمايه اصلا. يبقى اذا الكليه مكانها فين؟ خلف غشاء البريتون في الجزء العلوي من البطن. تكون اكثر اكتنازا وشبه حبه اللون. بس هي مش صغيره، هي كبيره يعني. خلاص؟ كبيره قد ايه؟ انا حالا بقول لك ابعادها. وصلت كده؟ يبقى اذا الكليتان فينهم يا جماعه؟ داخل تجويف البطن خلف غشاء البريتون في الجزء العلوي من البطن. وصلك كده؟ اكثر اكتنازا على جانبي العمود الفقري وخلف غشاء ايه؟ البريتون. طب انا لو جيت قلت لك هو ايه هو غشاء البريتون؟ هو غشاء يبطن تجويف البطن. الكليه بقى لها وراه. خلاص وصلت؟ على جانبي العمود ايه؟ الفقري. لو جيت قلت لك القطاع الطولي للكليه بيظهر فيها كام جزء؟ ثلاثه، قشره، نخاع اكثر سمكا من القشره، ومين؟ حوض الكليه. القشره بتكون محدبه والنخاع بيكون مقعر. وصل المعلومه دي؟ طيب. ايه الاوعيه اللي داخله وطالعه منها؟ طالع منها حالب. داخل لها شريان، طالع منها مين؟ وريد. الحالب والشريان والوريد طالعين منه وداخلين في الناحيه مين؟ المقعره. لاحظ يعني دول كلهم عند الناحيه بتاعت مين؟ حوض الكليه. وصل المعلومه الصغيره دي؟ جاي مشكله؟ طيب انت رحت انت قلت لي ان الكليه موجوده في اعلى تجويف البطن خلف غشاء البريتون على جانبي العمود ايه؟ الفقري. حجمها قد ايه؟ كبيره يعني ولا صغيره؟ بص يا جماعه. طول الكليه 12 سم. عرض الكليه 7 سم. سمك الكليه قلت له ليه سمكها؟ لو اعتبرت ان الكليه كيس فالسمك بتاعها 3 سم. خلاص؟ عارف بقى في
سؤال فضول يجي في دماغك، طب الطول ده عند اي سن؟ يعني طب انا لما اكبر هتزيد يعني ولا هتقل ولا هتبقى صغيره؟ ده الطول النموذجي. مع التقدم في العمر بتكبر شويه لحد 40 او 50 سنه، بعد كده بقى بتصغر. وصلك كده؟ واصلا بيبقى في تناسب ما بين طولك وحجمك وبين حجم ايه؟ حجم الكليه بتاعتك. فانت مع التقدم في العمر بتزيد شويه، بس دي الاطوال ايه؟ دي النموذجيه. الطول 12، العرض 7، السمك كام؟ 3. في اي مشكله الكلام ده يا جماعه؟ هيسالك كده. الكليه بيدخلها ثلاث اوعيه او بيتصل بيها ثلاث اوعيه، مين هم؟ حالب، شريان، وريد. وصل المعلومه الصغيره دي؟ طب خد المعلومه اللي جايه بقى. انت عارف ان الشريان بيحمل الدم المؤثر، صح؟ يعني اللي فيه مين؟ اكسجين. حلو. خلينا نتكلم هنا. الشريان يحمل الدم المؤثر، يعني به مين؟ اكسجين. حلو. والوريد يحمل الدم غير المؤكسج، يعني به ثاني اكسيد الكربون. اهو والوريد يحمل الدم غير المؤكسج، يعني به ثاني اكسيد الكربون. في مشكله؟ خد المعلومه اللي جايه. ليس معنى ان انا فيا اكسجين يبقى انا دم نقي، لا، ده انا اللي شايل الفضلات. خد المعلومه الثانيه. الشريان الكلوي ده اللي شايل الفضلات اللي الكليه راح تعملها ايه؟ تستخلصها عشان تنزلها فين؟ في البول. يعني الشريان الكلوي ده بيحمل نسبة عالية من الفضلات النيتروجينية اللي هي أشهرها اليوريا. يبقى كمية الفضلات النيتروجينية في الشريان الكلوي مالها؟ أعلى. طب والراجل ده أقل في مين يا جماعة؟ في الفضلات مين؟ النيتروجينية. الشريان لما يدخل هنا ويتفرع لشعيرات دموية صغيرة هنعمل إيه في الدم؟ هننقيه، نسحب منه الفضلات النيتروجينية. فالدم اللي راجع في الوريد ايوه هو غير مؤكسج، يعني في نسبه عاليه من مين؟ من ثاني اكسيد الكربون، بس الفضلات النيتروجين في مالها قليله، احنا نقيناها اصلا. وصلك؟ فانت على طول روح يجي في دماغك، انت هنا جبت لي الشريان اللي بيحمل الدم المؤكسج فيه اكسجين، صح؟ الفضلات النيتروجينيه في الشريان الكلوي اعلى من الوريد الكلوي، صح؟ هي مين اشهر حاجه في الفضلات النيتروجينيه كده بتطلعها؟ اليوريا. اشهر حاجه في الفضلات النيتروجينيه هي مين؟ اليوريا. سؤال كده ببساطه، هي اليوريا اتصنعت فين؟ والله لسه كده اليوريا اتصنعت فين؟ في الكبد. لو تفتكر كبد كان بتروح له ان ان اتش 3 زائد مين؟ ثاني اكسيد الكربون، الاثنين مع بعضهم دول بيصنعوا مين؟ اليوريا، صح كده؟ تنزل في الدم تروح للشريان الكلوي وهو احد افرع الاورطه. خلاص يعني الشريان الكلوي ده فرع من افرع مين؟ الاورطه. بص بقى السؤال بيقول ايه؟ لو انا بتكلم على الكليه شريان وريد، مين فيه نسبه اعلى من اليوريا؟ الشريان اعلى من الوريد، صح؟ لان الشريان ده اللي داخل بدمه مؤكسج، بس الفضلات النيتروجينيه في مالها عاليه، اتنقى طلع الدم غير مؤكسج بس الفضلات النيتروجينيه قليله، دي فيها مشكله؟ السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، مين الوعاء اللي فيه اعلى نسبه من اليوريا؟ الوريد الكبدي، صح؟ بص هنتكلم بقى عموما. اليوريا كلها طالعه منين؟ من الكبد، راحت للكليه. كده الوعاء الدموي اللي هيبقى فيه اعلى نسبه من اليوريا مش الشريان، لان الشريان والوريد بتوع مين؟ الكلى. وصلت؟ لكن النسبه الاعلى من اليوريا هتكون فين؟ في الوريد الكبدي. فيجي يسالك اعلى نسبه من اليوريا في الوريد الكبدي. طب انا بتكلم شريان الوريد بتوع الكلية، الشريان الكلوي، طب الشريان الكلوي صح؟ اعلى من الوريد الكلوي، لكن الوريد الكبدي اعلى من الشريان الكلوي، لان اليوريا كلها كانت طالعه منين؟ من الكبد. وصلت المعلومه دي؟ طب خد المعلومه اللي جايه. انت عرفت لما اجي بسالك بقول لك الكليه بيتصل بيها كام وعاء؟ كام واحد؟ ثلاثه. شريان، وريد، حالب. الشريان عرفت داخل بايه صح؟ داخل بدم مؤكسج ومين؟ فضلات نيتروجينيه تم تنقيتها في الكليه. طب والوريد؟ دم غير مؤكسج ومين؟ وثاني دم غير مؤكسج ثاني اكسيد الكربون، فضلات النيتروجين طلعت فين؟ في الكليه. طب والحالب؟ ده اللي نازل بالبول. لمين؟ لحاجه تحت كده اسمها المسام، اللي هي المغزى لما بيتجمع البول في حاجه اسمها مين؟ المسام. يبقى الحالب دواتي هو اللي نازل فيه مين يا جماعه؟ البول، السائل ده اللي تم استخلاصه من الدم، اللي هو اهم مكون واكثر مكون فيه فضلات النيتروجين اسمها مين؟ يوريا، ده غير اللي بيكون فيه مين كمان؟ في ميه، خلاص؟ بيتجمعوا كلهم فين؟ في المسام. وصل المعلومه دي؟ السؤال كده، يبقى لو قال لك في كام وعاء بيدخلوا الكليه؟ ثلاثه. وصلك كده؟ ثلاثه داخلين؟ لا، واحد داخل طلع اثنين. بص كم واحد متصل؟ ثلاثة، صح؟ كم واحد داخل؟ واحد. كم واحد طالع؟ اثنين. داخل شريان، طالع وريد، وحالب. وصل المعلومة دي؟
يبقى متصل 3 داخل 1 طالع 2. خد السؤال التاني، الكليه بيدخلها كام سائل؟ 1 هو الدم، مش فاهم الكلام، يطلع منها كام سائل؟ 2 الكول والدم. بس فهمت كده؟ عندك هتلاقي في كذا سؤال بيدخلها كام سائل، بيطلع منها كام سائل، واصلها كام نوعاء، داخلها كام نوعاء، طالع منها كام نوعاء. هي بيتصل بيها 3 حالب شريان وريد، صح؟ يدخلها 1 يطلع منها 2، يدخلها سائل يطلع منها سائلين. وصلك كده؟ الدم اللي داخل بيكون دم مؤثر، واللي طالع غير مؤثر. الفضلات اللي داخل عاليه واللي طالع قليله. اكتر نوعيه دم في الفضلات هو الوريد الكبد. اليوريا كلها اتصنعت في الكبد، اليوريا كلها اتصنعت في الكبد، بعدين راحت نازله على شريان الاورطه وفرعت على الشرايين الكلويه، كل كده خلت لها ايه؟ شريان. في مشكله الكلام ده؟ لو جيت انت بصيت في الورق، انا شرحت صفحه واحد كلها، صفحه واحد كلها اتشرحت، تمام؟ لو جيت شرحت صفحه 2 عرفت بقى الكليه، عرفت الحجم بتاعها، عرفت ايه هو غشاء البريتور؟ غشاء يبطن تجويف ايه؟ البطني، وتقع الكليه خلفه في الجزء العلوي من البطن على جانبي العمود ايه؟ الفقري. لو بصينا على رسمه الكليه، رسمه الكليه الجزء الخارجي من بره اسمه مين؟ القشره، بعدين مين؟ النخاع، بعدين عندك الشريان ومين؟ والوريد. بيدخل الكليه شريان كلوي دم مؤثر، ويطلع منها وريد كلوي دم غير ايه؟ مؤثر. واصله كده؟ وبيخرج منها كمان مين؟ الحاجه. شفت الرسمه بتاعتها، شفت الطول، شفت العرض، عرفت ان دي الابعاد النموذجيه. لكن في حالات بيحصل فيها تضخم في الكليه، يعني مثلا لو واحد عنده كليه باظت، كليه تانيه بتكبر وتحل محل الكليه اللي بايظه مثلا يعني. مع التقدم في العمر حجم بيزيد شويه، بيبقى ليه علاقه مع الطول اصلا. خلاص وصلنا؟ خلصنا من دي. طيب تركيب الكليه، احنا في صفحه 5 3 تركيب الكليه. لما ناخد قطاع طولي هنلاقي الكليه فيها طبقه خارجيه اسمها مين؟ القشره خارجيه، طيب سمكها قليل، والطبقه التي تليها النخاع داخليه عريضه سمكها اكبر، وحوض الكليه ده بيكون ماله؟ القعر المحدب؟ القعر. خد المعلومه اللي بعد كده، الكليه بيدخلها كام سائل؟ 1. مين هو؟ الدم. الدم بيكون مؤثر. يدخل الكليه سائل واحد هو الدم، دم شرياني عن طريق الشريان الكلوي. ده بيتفرع من الاورطه، بيكون محتوى بمين؟ اكسجين عالي، صح الكلام؟ طب ايه الحاجه الثانيه بقى؟ ودم غير نقي دي فضلات ايه؟ عاليه. طيب بيطلع منها كام سائل؟ 2. ايه هما بقى؟ الدم الوريدي عن طريق الوريد الكلوي، وكمان البول طالع فين ده؟ في الحالب. البول فيه ايه بقى؟ ميه واملاح، واشهرها املاح مين؟ اليوريا، الفضلات النيتروجينيه الاملاح. كذلك بيبقى فيه مواد غذائيه زايده عن حاجه الجسم زي الجلوكوز، بس هو مش من الطبيعي ان هو ينزل، وزي الفيتامينات هنتكلم عنها كمان شويه. خلاص صار كده؟ وبيحتوي على السموم. انت لو خدت ادويه الكلى بتنقل السموميه بتاعتها والكلى تسحبها وتنزلها في البول. وصل المعلومه دي؟ عايز بس اعمل حاجه صغيره، شايف الرسمه بتاعت الكلى صح؟ في حاجه صغيره اعملها وهاجي كمان شويه اشرحها. احنا قلنا الحته دي اسمها مين؟ الوحده الوظيفيه تركيبية، يعني أصغر حاجة في الكلية تعمل وظيفة اسمها النفرون. يبقى الوحدة الوظيفية والتركيبية للكلية اسمها النفرون. بص أرسم حاجة صغيرة. الطبقة اللي قلنا اسمها مين؟ بص أنا عملت حاجة كده، أنا كده عاملها فين الحاجة دي؟ في القشرة. الحاجة دي عاملة زي الفنجان كده. دي اسمها محفظة هومر. يبقى أنا عاملها دي فنجان، دي اسمها محفظة إيه؟ هومر. مكانها فين؟ في القشرة. المحفظه دي طالعه منها انبوبه بقى. الانبوبه عامله كده، فبيسموها انبوبه ملتفه، مكانها فين ايه؟ في القشره برضه. بس عشان هي قريبه من محفظه بومه بنسميها انبوبه ملتفه قريبه، جنب محفظه على طول. يبقى الفنجان ده اسمه محفظه ايه؟ بومه. خلاص؟ طالع منها مين؟ انبوبه ملتفه، وقلت لها فين اللي عشان انا بقى كبيره واخد مساحه صغيره، يعني عايز ازود المساحه بتاعتي. فبقعد الف حوالين نفسي كده. خلاص وصلت؟ اسمها انبوبه ايه دي؟ ملتفه. قريبه بس من محفظه بومه. بعدين حاجة جاية متنية كده. إيه ده؟ ده عملت ثانية كده، اسمها ثانية هيل، هناخدها حالا بالتفصيل، بس بص الثانية راحت فين؟ في النخاع. يبقى بص كان في المحفظة في القشرة. أنبوبة ملتفة قريبة في القشرة. ثانية هيل في النخاع، وصلك كده؟ بعدين جت الكف الثاني. فين دي؟ في القشرة. دي اسمها أنبوبة ملتفة بعيدة، بعيدة عن محفظة بومة. بعدين بص في قناة بقى، بص ده اصلا حد فين دي؟ ده بص قشرة نخاع حوض. خلاص اسمها القناة المجمعة. دي موجودة في القشرة والنخاع ومين؟ والحوض. ده تركيب مين؟ النفرون. اللي انا همسح السبورة وارسمه بقى لوحده. بس انت كده بقيت متخيل شكله عامل ازاي؟ خلاص؟
المحفظة هنا فين؟ في الفشلة. أنبوبة ملتفة، هي دي كلها اسمها الأنبوبة أصلا، أنبوبة النفرون دي كلها. بس في جزء بعيد وجزء قريب والتانية بتاعت هنا. القريب والبعيد في القشرة والتانية في النخاع، والقناة المجمعة والأنبوبة المجمعة قشرة نخاع عضة كده. وصلا؟ إيه ده؟ ده النفرون بيسموه الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية. يعني الكلية لما بتقوم بوظيفتها في استخلاص مين؟ البول. مين اللي بيستخلص لها؟ النفرون. وصلا؟ طب ومين الوحدة الوظيفية للجلد؟ لا قلتها والله. الغدة العرقية، الوظيفة بتاعت الجلد بتاعت استخلاص العرق. الوحدة الوظيفية للجلد الغدة العرقية، الوحدة الوظيفية للكلية النفرون. بيكون كم حاجة؟ اثنين، محفظة وأنبوبة. محفظة وأنبوبة. وصلت؟ أنبوبة ملتفة قريبة وأنبوبة ملتفة بعيدة وثانية هنا. قال لي طب القناة المجمعة، لا ده مش تركيب النفرون. خلاص يبقى النفرون كم حاجه؟ اثنين. فنفس السبوره اللي جايه هنشرح ايه ده؟ النفرون بكل تركيبه بقى، وايه اللي داخل له وايه اللي رايح له وهكذا. بس قبل ما نكمل بقى، الكلى داخل لها شريان صح؟ وطالع منها وريد. الشريان ده لما بيدخل في الكلى بيتفرع شهاده من الشعيرات الدمويه الشريانيه، وصلت كده؟ والشعيرات الدمويه بتدخل على الخلايا وتطلع في مين؟ شعيرات دمويه وريديه، يعني بيبقى داخل شعيرات دمويه بتاعت شريان طالعه شعيرات دمويه بتاعت ايه؟ وريد. يعني كان الشعيرات دي فرعت حاجات اصغر فاصغر فاصغر، وبعدين نموه اصغر 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 لحاجه كبيره اسمها مين؟ وريد. يعني عايز اقول لك انا كده ان بيوصل عند النفرون شعيرات دمويه شريان ومين؟ وريد. يوصلوا هناك. بس مين بقى اللي بيدخل في الاول ومين بيعمل ايه؟ حاجه بنشوفها. بس انت عارف ان الاوعيه الدمويه داخله من ناحيه مين؟ الحوض. بتفضل ماشيه بص لحد ما توصل لمين؟ القشره. فين تقصد يعني؟ يعني داخله من الحوض بتتفرع تتفرع 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 ووصل حد مين؟ القشره، وبعدين راجع تاني من الحوض. واصله؟ انا رايح اشرح تركيب مين؟ النفرون. احنا فينا كام كليه؟ اثنين صح؟ الوحده الوظيفيه اسمها النفرون. الكليه الواحده فيها مليون نفرون. يبقى احنا فينا كام كليه؟ اثنين. الوحده الوظيفيه والتركيبيه نفرون. كم عدد النفرونات في الكليه؟ مليون. في الاثنين؟ اثنين مليون نفرون. يبقى انت عرفت كده ان عدد النفرونات اللي موجوده في الجسم 2 مليون نفرون. رايحين احنا بقى نشوف تركيب النفرون. رايحين احنا بقى نشوف تركيب النفرون. احنا قلنا النفرون هو الوحده التركيبيه والوظيفيه للكليه صح؟ الكليه الواحده فيها مليون نفرون، في جسمك فيه 2 مليون. النفرون بيتكون من كام حاجه؟ 2، محفظه وانبوبه. بس الانبوبه 3 حاجات يعني. ملتفة قريبة وبعيدة وثانية هنا. فتعال نتفرج بقى على النفرون. فاكر انت المحفظة كانت عاملة زي ايه؟ فنجان. فنجان. فتعال افرجك عليها. بص يا جماعة. محفظة عاملة كده. اهي. دي اسمها مين يا عمي؟ محفظة هومة. العالم اللي اكتشفها انت ما بتكتشف حاجة. بس انا اسمها. طيب. المحفظة بقى نازلة، دي محفظة بومن، ده كان أول جزء. بعدين كان في حاجة اسمها إيه؟ أنبوبة النفرون. أنبوبة النفرون أنبوبة ملتفة قريبة وبعيدة وفي نص ثانية هنا. أهي أنبوبة ملتفة قريبة. أهي. بعدين مين يعمل؟ ثانية هنا. اكتشاف واحد اسمه بنيل سانتا كريسمو. بعدين أنبوبة ملتفة بعيدة. أيوة دي يا عمي. بعدين فضلت في حاجة بقى اسمها مين؟ قناة مجمعة. فاكر القناة المجمعة قشرة نخاع حوض؟ معدية في الثلاثة كده. قلت له ليه الكلام يا عم؟ بس أنا عايز أقول لك حاجة، شايف القناة دي مش بيفضل فيها نفرون واحد، أكتر من نفرون بيتصلوا بنفس القناة. يعني القناة الواحدة بتجيب نفرون من هنا ونفرون من هنا ونفرون من هنا، فاهم كده؟ يبقى القناة دي بيتصل بيها أكتر من نفرون بس مش عليها عدد. بس في سؤال ممكن يجي، يقول لك إيه؟ هقول لك كمان شوية. يعني يسألك يقول لك إذا علمت إن عندك 10، هقول لك سؤال. إذا علمت إن كل قناة بيتصل بيها 10 نفرونات، يبقى عندك كم قناة؟ مليون على 10. فاهم السؤال؟ يعني بيقول لك لو عرفت إن كل قناة بيوصلها كم نفرون؟ 10، فأنت عندك كم قناة؟ يبقى تكسب مليون على 10. وصلك كده؟ فيها أزمة؟ 100,000؟ طيب، ما أنا نرجع تاني. اللي أنا رسمه ده مين ده؟ ده النفرون، الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية. كم حاجة؟ اثنين، محفظة والأنبوبة. دي اسمها، بس الأنبوبة بقى فيها كذا حاجة، اسمها مين؟ أنبوبة ملتفة قريبة. أنبوبة ملتفة بعيدة. ثانية هنا، إيه دي؟ قناة مجمعة. وصلت؟ أقول لك بقى معلومة صغيرة.
احنا قلنا ان الكلية هتستخلص البول صح؟ البول بيبقى اسمه بول امتى؟ اول سائل يطلق على لفظ البول السائل الكلي. يعني السائل اللي هنا لا ده ما اسموش بول. اول لفظ للبول يطلق على السائل السائل هيكون فين؟ من القناه المجمعه. ده اول سائل يطلق على لفظ مين؟ البول. وانت طبعا عارف تكوين البول ميه واملاح وفضلات، واشهر الفضلات هي مين؟ اليوريا، الحاجات اللي زايده على حشد الجسم زي الفيتامينات وصلت كده؟ وهنشوفهم كمان شويه. تعالى بقى نتفرج بقى. بص يا عم الحاج، خلي بالك بقى من الحته دي اللي عملت ازمه بقى. ايه بقى الحته اللي عملت ازمه؟ انا عايزك تفهمها. الكليه داخلها شريان صح؟ شريان كلوي، وده فرع من افرع مين؟ الاورطه. بيروح يتفرع لمجموعه من الشعرات الدمويه، خلاص؟ لحد ما يوصل عند مين يا عمي؟ عند محفظه بومن. يبقى محفظه بومن هيدخلها تفرع ايه؟ شريان، حلو الكلام؟ طيب حلو، في لها شريان كده. شريان صح؟ طبعا انت عارف ان الشريان ده دم مؤكسج، كميه الفضلات النيتروجين فيه عاليه. بص بقى الغريب اللي هيحصل ايه يا الشريان يروح يتفرع لشبكة من الشعيرات الدموية. يبقى مين اللي هيتفرع لشبكة؟ الشريان. اهي. يبقى الشريان اتفرع لشبكة من الشعيرات الدموية. دخلت فين الشبكة دي؟ في محفظة ايه؟ بومن، وطلعت في صورة شريان برضه. دي اللي كانت عاملة أزمة بقى. يعني هو ما دخلش شريان طلع وريد، ده هو نفسه الشريان اتفرع شبكة من الشعيرات الدموية جوه مين؟ محفظة بومن، وده اسمه شريان وارد، وده اسمه شريان صادر. ودي شبكة من الشعيرات الدموية اسمها الجمع. هي شبكة من الشعيرات الدموية الشريانية الشريانية. وصلك كده؟ يبقى دي شبكة من الشعيرات الدموية شريانية شريانية اسمها مين يا عمي؟ الجمع. الشريان وريد؟ لا احنا لسه هنا الشريانيه ايه؟ شريانيه. اللي حصل ان الشريان اللي سامحني الكلوي اتفرع لشبكه من مين؟ من الشعيرات الدمويه. هو ده شريان واحد؟ قلت لك لا، انت عندك في الكليه كام نفرون؟ مليون. يعني الشريان راح بيتفرع لمليون فرع. الشريان الواحد يبقى مليون واحد، لان كل فرع يخش لمين؟ لمحفظه ومحافظ بومن. الشعيرات الدمويه دي عباره عن ايه؟ شعيرات دمويه شريانيه شريانيه. وصل المعلومه دي؟ طب حلو. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ اسمع بقى. محفظة بومن بتحصل فيها عملية اسمها ترشيح. قلت له ايه الترشيح؟ الترشيح ببساطة يعني بفصل الجزيئات الكبيرة عن الجزيئات الصغيرة. في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة عايزين نفصلها عن بعض. العميد الاسم العلمي كلمة ايه؟ ترشيح. أين يتم الترشيح؟ في محفظة بومن. يبقى محفظة بومن بيتم فيها عملية مين؟ الترشيح. اللي هي فصل الجزيئات الكبيرة عن مين يا جماعة؟ الصغيرة. حلو. دلوقتي هو كان مين اللي جاي لي؟ شريان صح؟ ومين اللي طالع برضه؟ شريان بس اتفرع من شبكة من الشعيرات ايه؟ الدموية. حلو. ادي الشريان جاي. طبعا الشريان الخلايا بتاعته فيها اشياء بلازمية صح؟ فيها مسافات، احنا افترض ان هي فيها مسافات كده صح؟ احنا قلنا عمليه الترشيح بفصل الحاجات الكبيره عن حاجات مين؟ الصغيره. فتعالى بقى شوف مين الحاجات الكبيره، او مين كل الحاجات اللي في الدم، ومين الحاجات الصغيره اللي هتطلع من هنا تخش فين؟ في المحفظه عشان تمشي في الانبوبه بتاعه النفرون، ومين الحاجات الكبيره اللي ايه؟ اللي ما تعديش. طب تعالى نحكي. طيب دلوقتي انا جاي لي هنا الدم شريان صح الكلام؟ هو الدم فيه مين؟ فيه خلايا صح؟ مش دم فيه خلايا؟ خلايا دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية صح؟ يبقى خلايا دم، خلايا دم حمراء وبيضاء ومين؟ صفائح دموية. قبل ما تكمل، الحاجات دي كبيرة وصغيرة؟ كبيرة ما تعديش. خلية، خلايا تعدي من غشاء لازم خلية. يبقى خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الحجم بتاعها ماله؟ كبير. هل هتعدي في حته الجمع وتوصل محفظه بومن؟ لا. يبقى خلايا الدم الحمراء والبيضه والصفائح مش هيحصل لها مين؟ ترشيح نكملها على طول. يعني ايه خلايا الدم شاف في الشريان فتحناها كده عملنا لها شبكه من شعرات ايه؟ الدمويه دخلناها في الفنجان ده. الحاجات دي حاجات حجمها ماله؟ كبير؟ لا كملي زي ما انت مش هينفع تطلع تعدي. يبقى هل يتم ترشيح خلايا الدم؟ لا. وصلك دي؟ طب في ايه تاني في الدم؟ في هرمونات. الهرمونات دي عباره عن بروتين حجمه كبير يعدي؟ لا كمل على طول يعني ما يترشحش. في انزيمات
بروتينية حجمها كبير ينفع صلاة ترشيح؟ لا كملي. في مين؟ مية حجمها صغير فتعالي. يبقى مين اللي هيحصل له ترشيح؟ مية. واحد. في يوريا مش اشهر منها اصلا حجمها صغير دي نشاد وثاني اكسيد الكربون نيتروجينا كمان اصلا اليوريا شكلها عامل كده NH2 اهي ده منظر اليوريا دي نشاد كده دي ثاني اكسيد الكربون دي لا نيتروجينا تاني حجمها ماله صغير صلاة ترشيح ايوه احنا عاملين ده كله عشانها يبقى مين اللي هيعدي اليوريا وصلك كده طب في سكريات سكر الجلوكوز الزائد حجمه صغير هيعدي يعني ده معناته ان بيحصل ترشيح لسكر ايه؟ الجلوكوز يبقى ده بيعدي يبقى اشهر الحاجات اللي هيحصل لها ترشيح ميه يوريا ومين؟ جلوكوز وصلت كده؟ لان احجامهم مالها صغيره اما الحاجات اللي احجامها كبيره زي خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه والهرمونات ايه؟ والانزيمات ما تعديش وصلت المعلومه دي؟ يعني ده معناته ايه؟ مين بقى اللي طلع من الشريان الوارد دواتي ودخل هنا جلوكوز ويوريا وميه وصل المعلومه دي حلو خالص يبقى دخل هنا جلوكوز ومين ويوريا ومين ميه سالوني سؤال بقى سؤال كده ما جالكش شريان وارد ولا صادر ولا اي حاجه جالك اللي بتاع الداخل ده والبتاع ده قالوا الكلام اللي هو الوارد والصادر كميه الجلوكوز اعلى في مين في الوارد لان الصادر فيه شويه طلعوا هنا ترشحوا اصلا يعني كميه الجلوكوز بتكون اعلى في الشريان مين في الوارد لان في كميه من الجلوكوز حصل لها مين ترشيح طلعت مع الميه وصل المعلومه دي يبقى اذا ايه هي الحاجات اللي تترشح ميه ويوريا ومين وجلوكوز ولو في فيتامينات زايده او في حاجه زايده عن حاجه الجسم والمواد السامه برضه المواد السامه الزائده اللي حجمها ماله صغير هيحصل لها مين ترشيح سالك سؤال صغير هل البروتين بيحصل له ترشيح في محفظة بومك؟ لا حجمه كبير طب لو رجينا البروتين عدى يبقى دليل ان في مشكله فين؟ في محفظة بومك اللي بيسالك كده معنى ان البروتين يحصل له ترشيح يبقى المشكله كانت فين؟ في محفظة بومك معنى ان خلايا الدم عدت نزل دم هنا يبقى كانت مشكله فين؟ في محفظة بومك يبقى محفظة بومك دي لو فيها مشكله هتلاقي في بروتين نزل هنا هتلاقي في دم نزل هنا خلايا دم وصلت هل ده بيحصل؟ لا لان الجزيئات دي حجمها كبير ما بيحصلهاش ترشيح وانت عرفت عمليه ترشيح فصل الجزيئات الكبيره عن الجزيئات مين؟ الصغيره. طب انا وصلت دلوقتي ان الانبوبه يعني الانبوبه المرتفعه القريبه والبعيده وثانيه هنا فيهم ميه ويوريا ومين يا عمي؟ وجلوكوز. حلو الكلام؟ اسمع بقى اللي هقوله بقى. دي مكانها فين؟ في النخاع، دي مكانها في القشره ودي في القشره، دي قشره نخاع خالص. بص يا جماعه الجماعه دول لو فضلوا ماشيين زي ما هم كده المفروض يروحوا عند القناه مين؟ المجمعه اللي بتجمع عند حوض الكليه اللي تودي عند الحالب اللي هتنزل فين؟ في المثانه انت فقدت الميه بتاعتك كلها كده. وصلك الميه بتاع الجسم كده كده تعملها ايه؟ هتستخلصها. يبقى انت كده حصل لك جفاف اصلا. هل ده بيحصل؟ لا. في انبوبه النفرون ممثله في الانبوبه الملتفه القريبه وثانيه الانبوبه الملتفه البعيده بيحصل حاجه اسمها اعاده الامتصاص الاختياري. بيتم امتصاص كل الجلوكوز على الامتصاص لان من الطبيعي الجلوكوز في البول صفر مفيش جلوكوز في البول. ويتم امتصاص معظم الميه لان البول بيبقى فيه نسبه ايه؟ من الميه وصلت كده؟ يعني بيحصل عمليه في انبوبه النفرون اسمها مين يا جماعه؟ اعاده الامتصاص الايه؟ الاختياري. لمين حضرتك؟ عايزين نرجع مين؟ نرجع معظم الميه ونرجع مين؟ الجلوكوز. بص اللي بيحصل ده. الانابيب دي كلها بتكون محاوطه بشبكه من الشعيرات الدمويه الوريديه. صلاح شبكه بشعيرات دمويه وريديه مش شريانيه بقى المرات دي حاجات زرق يعني فاهم كده؟ حاجات زرق كده محاوطه مين يا جماعه؟ محاوطه انبوبه مين؟ النفرون. اهدي اللي بيرجع فيها مين بقى؟ الجلوكوز والميه وتتجمع في اوعيه اكبر لحد ما تطلع في الوريد الكلوي. يعني الوريد الكلوي راجع فيه جلوكوز تاني. هسألك بقى سؤال صغير. كمية الجلوكوز في الشريان الكلوي فاكره؟ وكمية الجلوكوز في الوريد الكلوي أكبر ولا أقل ولا يساوي؟
كمية الجلوكوز في الشريان الكلوي اللي عمل تفرغ الشعرات الدموية واسمها الجمع ودخلت محفظة بومن والجلوكوز حصل له ترشيح ونزل في الأنبوبة بتاعة النفرون ورجعنا كله ورحنا يساوي بعض يا جماعة. كمية الجلوكوز في الشريان الكلوي تساوي تقريبا وأقول لك ليه كلمة تقريبا كمية الجلوكوز في الوريد الكلوي يساوي بعض يا جماعة. ما رميتش حاجة أنا برمي جلوكوز في البول إطلاقا فالمفروض الجلوكوز دخل الجلوكوز إيه؟ اللي طلع قلت لي بتقول لي كلمه تقريبا لان في شويه بيستهلكوا في انتاج طاقه لان انا حالا اجي اقول لك الجلوكوز اللي موجود هنا عشان يرجع بيرجع بعمليتين عمليه انتشار والنقل نشط والنقل نشط يبقى عايزه طاقه يبقى استهلك منهم شويه يعني حتى لو هتجيلي تبقى اقل شويه في الوريد شويه صغيرين لان في شويه استهلكوا في انتاج الطاقه لكن من المفترض ان الكميه في الشريان تساوي الكميه فين؟ في الوريد لان كل جلوكوز بيحصل له اعاده امتصاص. وصلك دي يا جماعه؟ في اي مشكله الكلام ده؟ هل من الطبيعي يبقى في بروتين في البول؟ لا يجي منين البروتين في البول حجمه كبير لا يتم ترشيحه. معنى ان نزل بروتين في البول يبقى كان في مشكله؟ محفظه هومان وصلت المعلومه دي؟ هل من الطبيعي ان في جلوكوز في البول؟ لا. طب معنى ان في جلوكوز يبقى المشكله فين؟ محفظه هومان؟ لا في مين بقى؟ هل طبيعي ان في جلوكوز في البول؟ لا. طب معنى ان في جلوكوز في البول يبقى المشكله فين؟ في الانبوبه. ما عرفش ترجعه تاني. هو مين اللي بيعمل اعاده امتصاص الاختيارات في الانبوبه؟ يبقى ده معناته ان في مشكله فين؟ في الانبوبه او اشرح لك حاجه صغيره اسمها مرض البول السكري. مريض السكر بقى ده هيبقى فيه سكر في البول. يبقى بص معنى ان في سكر نزل في البول يبقى ممكن مشكله فين؟ في الانبوبه بتاعت النيفرون مش عارف ترجعه تاني. حاله. او ممكن ده مريض مرض البول ايه؟ السكري هتلاقي فيه سكر نازل في البول فعشان كده يسموه البول السكري. لكن انت انسان طبيعي نسبه السكر في البول صفر مفيش ايوه ايه نجيبه يعني بيحصل له عادي امتصاص نسبه البروتين في البول صفر نسبه السكر في الشريان الكلوي الكلوي متساويه تقريبا كل اللي دخلوا رجعناهم تاني وصلك كده؟ السكر اللي كان ماشي في انبوبه النفرون عملنا له اعاده امتصاص ايه؟ احتيال إيه؟ في شعيرات دمويه وريديه وريديه لما نغسل وروديناهم لوريديه الكلوي. اللي بيحصل بس واحنا المفروض نتخلص منه يا مين؟ اليوريا بس عشان هي ملح زايد في الميه فبتبقى نازله دايما في مين؟ في الميه ففي شويه ميه بينزلوا معاك. وصلك كده؟ يعني في شويه ميه هيبقى نازلين في البول ما هو اليوريا دي هتبقى دايما في مين؟ دايما في البول يعني في الميه وصلك؟ اول سائل بيطلع عليه لفظ البول فين؟ اصل اللي موجود في الانابيب بتاعت النفرون ده ما كانش بول بس ده كان لسه في سكر كان لسه في ميه وصلك كده؟ لسه في حاجات عايزين نعملها ايه؟ اعاده امتصاص. لكن اول سائل يطلع في نفس البول موجود فين؟ في القناه المجمعه. وصلك دي كده؟ طيب لو انت جيت معايا في صفحه اربعه صفحه اربعه فيها الرسمه المرسومه للنفرون شايفه؟ اعتقد ما فيش اي حاجه احنا رسمناها في التفصيل على الصفحه. ايه هو النفرون؟ هو الوحده البنائيه والوظيفيه لمين؟ للكلى وهو مسؤول عن استخلاص البول من الدم عدده مليون في الكلى 2 مليون في الجسم تركيبه كام حاجه؟ 2 ايه هم؟ محفظه هومان وانبوبه النفرون. كام حاجه الانبوبه؟ 3 انبوبه ملتفه قريبه بعيده وثانيه الهنل في النص. ايه محفظه هومان؟ الدفاع في بدايه النفرون صح؟ موجود فين؟ في القشره يشبه الفنجان مستوى الجدار. يعني ايه مستوى الجدار؟ يعني هو مش واحد بس جدارين كده اهو كان الجدار بتاعه ماله مستوى وداخل فيه تجمع من الشعيرات الدمويه اسمه الجمعه. يبقى الجمعه تجمع من الشعيرات الدمويه. شعيرات دمويه نوعها ايه؟ شريانيه وصلك دي؟ يعني هي شريانه ولا هي شريانه؟ فرع شريان شريان وصلك الحته دي؟ فيها مشكله؟ طيب سؤال بقى بيقول لك ايه؟ لو عرفت ان كل انبوبه بيتصل بها 10 نفرونات ففي كام انبوبه مجمعه كده؟ 100000 صح كده؟ طيب انبوبه قناه النفرون فيها كام حاجه؟ انبوبه قناه النفرون فيها كام حاجه؟ 3 ايه هم؟ انبوبه ملتفه قريبه وبعيده وسهله وصلت؟ اسالك بقى سؤال صغير بيسالوني يا جماعه ويقول لك هو ليه انبوبه النفرون فيها عدد كبير من الميتوكوندريا؟
تنفس. الانتاج الاي تي بي لازم لعمليات النقل النشط، مش الحاجات اللي انا بعملها عارف امتصاص احتياج. مش لسه جاي لك بالانتشار وبالنقل النشط؟ طب ما انا في النشط يبقى عايز ايه؟ طاقه. يبقى انا لو قلت لك ان في عدد كبير من الميتوكوندريا بيعمل عمليات النقل ايه؟ النشط. خلصنا كده من تركيب النشط. في اي مشكله؟ سهل الكلام، اعتقد الموضوع سهل انت لو فهمت الفكره. رايحين بقى نشرح حاجه ثانيه. تركيب الجهاز البولي. يلا بقى نفهم التركيب بتاعه ونشوف البيانات. سهل جدا. يتركب الجهاز البولي من كليتان حالبان مسامة قناة مجرى البول. اهي كليتين حالبين مسامة قناة مجرى البول. تعال نتفرج عليه. بس قبل ما نتفرج عليه في حاجة بيسموها الوضع التشريحي. يعني ايه بقى الوضع التشريحي؟ لما بنيجي نحدد يمين ولا شمال، الراجل نايم على ظهره. خلاص؟ نايم على ظهره. صوابعه الكبار للخارج وصوابعه الصغيرين لجوه وعامل كده. ده الوضع التشريحي، يعني الناحية دي كده مين؟ يمين، والناحية دي ايه؟ شمال، فاهم؟ يعني معنى كده وانا برسم لك على السبوره اللي هيترسم هنا بايه؟ يمين، واللي هيترسم هنا ايه؟ شمال. بمعنى صحني لو مرسوم على ورقه وانت عايز تعرفها كشيء تحطها عليك كده، فاهم كده؟ تظبطها على الوضع التشريحي. فتعالى بقى مخرجها وصلت؟ يعني انا هاجي ارسم على السبوره المرسوم في الناحيه دي اليمين، واللي مرسوم هنا مين؟ شمال، على حسب الوضع التشريحي ده اللي هم العلماء ثبتوا وضع على اساسه يشرحوا ويوصفوا العظام والاعضاء والعضلات وكل حاجه. هنا مين؟ يمين، وهنا شمال. اهو انا لما اجسم دي اليمين صح كده، ودي مين؟ شمال. واصله؟ طيب وهنا دي مين بقى؟ دي المسام، وده مين؟ دي قناه مجرى البول. يبقى دي كليه. ايه دي؟ وده مش هتعرف تعملها كده، دي شمال. خلاص يبقى دي كليه يسرى ودي يمنى. وصل كده؟ وده حالب ايسر، وده حالب ايمن، ودي مين؟ مثانه، ودي قناه مجرى البول. قلت لك لاحظ حاجه بسيطه جدا. شايف المستوى ده ايه؟ ناقص شويه. والله جالها في الكبد هنا. فهي تحت الكبد فبتكون تحتيه بمقدار سنتي وربع يعني. فمستوى الكليه اليمين بيبقى تحت مستوى الكليه الشمال ب 1.25 سنتي. وصلت كده؟ ده رسمه الكتاب يا مشكور. جاوب معايا. طيب الكليه فايدتها ايه؟ استخلاص البول. مش هنشرح تاني، ما احنا شرحناها بالتفصيل يعني، مش قلنا اول حاجه الكليه. يبقى اول مكون من مكونات الجهاز البولي اللي هي مين؟ الكليتان. كليتان ايه الوظيفه؟ استخلاص البول. قلت له حاجه. المكون الثاني الحالبان. قلت له ماشي، بس عايز اضرب حاجه صغيره. دي المسافه. لما جيت ابص على الحالب لقيته عامل كده. ايه اللي انت عامله ده؟ ده جاي من ورا، ما جيش من الوش، جاي من ظهرك، هنفهم حاجه. اولا الحالبان هما انبوبتان تقومان بنقل البول من الكليه الى المسام، انبوبتين. يبقى الحالب ده انبوبتين اهم ينقلان مين يا عمي؟ البول من الكليه الى مين؟ المسام، نقطه نقطه. يعني هو البول ما بيبقاش طالع مره واحده اصلا، انا قلت لك الميه بيعدي امتصاص، فيضرب البول بيبقى نازل ايه؟ نقطه نقطه من مين يا عمي؟ من الكليه لمين؟ للمثانه. حلو. ويتصل بالمثانه من الخلف في اتجاه مائل. تقول لي ايه يا عم الكلام ده؟ يقول لك يعني مثلا لو انا افترضت ان دي المثانه هو جاي لها منين؟ من الظهر، جاي لها كده. ولما جه اتصل بيها ما جاش عمودي، ده جاي مايل كده. يبقى اتصل بالمسالة من الخلف في اتجاه، يعني بص المسالة كده مايل. ما جاش ايه؟ عمودي. ليها تفسير؟ من رأيك أنا تفسير؟ يعني ليها تفسير؟ ما فيش قبول يعني؟ حمايتها بتنزل ما يتقطعش؟ كان ممكن هي المسالة هي كورة ايه؟ هو لما جه دخل في المسالة ما جاش كده عمودي. لا جاب من الخلف مايل كده. عشان يجلل الطول كده؟ يجلل الطول؟ لا اقول لك ايه ببساطه، هو ما حدش سالك بس انا بقول لك. لو انت جايب خرطوم ميه مثلا وبينزل نقطه نقطه، بس لمده سنين طويله بقى، سنه واثنين وثلاثه، نقطه نقطه، تعمل ايه في الارض؟ تخرمها. تخيل انت لو في خرطوم متعلق كده بينزل نقطه نقطه، لو نزل على الحجر يعمل ايه؟ يخرمه. طب ايه الكلام ده يا رب؟ لو الراجل ده جاي في اتجاه عمودي، النقط اللي بتنزل ممكن تخرم المسافه، لكن هو بيبقى جاي في اتجاه مائل
حتى لا يحدث ثقب في المسألة اصلا. تبقى جالك 30 40 سنة عايش، جالك 50 60 70 سنة وصلك وعمال تنزل البول ايه؟ نقطة نقطة. لو دي جاية في اتجاه عمودي كانت عملت ايه في المسألة؟ خرمت. يبقى ده السبب يا استاذ، ما تخش تسأل عنه. خلاص؟ يبقى عشان ما ينزلش البول في وضع عمودي يودي لإحداث ثقوب فين؟ في المسألة مع الوقت. يبقى في اتجاه مائل حتى لا ينزل ايه؟ البول في اتجاه مين؟ عمودي، يؤدي إلى حدوث ثقوب في مين؟ في المسألة مع مين؟ مع الوقت. ما حدش يسألك بس أنت فهمتها برضه. وصلت كده؟ خلصنا كده من الحالتين، فيهم أي مشكلة؟ رايحين بقى نشرح مين يا جماعة؟ المسألة. كيس عضلي صغير، تعمل إيه؟ يتجمع فيه البول ويتخزن فيه. تعمل إيه؟ يبقى إذا المسألة عبارة عن إيه؟ كيس إيه؟ عضلي صغير لتجميع وتخزين مين؟ البول. طب انت قلت لي عضلي، في حاجه كده تسمعها في الفيديو الاول تجينا، انا جايلك بس حاجه صغيره. العضلات في جسم الانسان ثلاث انواع. خلاص؟ عضلات هيكليه. هيكليه دي المتصله بعصابه. ودي بتكون اراديه. وصلت الباي والتراي العضلات دي كلها، وعضله الفخذ وعضله الفك وعضله اللسان. دي كلها عضلات اصلا. دي كلها عضلات هيكليه او اراديه بتحركها بايه؟ بارادتك. ده هو النوع. النوع الثاني من العضلات اسمها العضلات القلبيه، بتحمي حضرتك دي القلب، ودي لا اراديه، القلب مش بيتحرك بارادتك. النوع الثالث اسمها عضلات ملساء، ودي برضو لا اراديه. ملساء دي هم شافوها كده تحت الميكروسكوب، يعني ما بيجيبوش فيها خطوط، بس دي بتبقى فيها خطوط يعني وهكذا، يعني سميت ملساء تبقى نعم كده تحت الميكروسكوب وناخدها السنه الجايه. مالها العضلات الملساء دي ايه؟ لا اراديه. مثال عليها المثانه. يعني عايز اقول لك المثانه دي عضلات ايه؟ ملساء. قلت لك طب وهي عكسها هيكون ايه؟ هيكليه. قلت لي قلبيه، قلت لك قلبيه القلب خلصنا منه. يعني الحاجه لما اقول لك عضله فهي تكون ايه؟ يا هيكليه يا ملساء، اصل هي قلبيه القلب خلصان. خلاص وصلنا؟ فالمثانه دي عضلات ايه؟ ملساء. والعضلات الملساء مالها؟ لا اراديه. يعني وهي بتجمع وتخزن البول مش بارادتك، وعمال يدخل فيها يحصل لها ايه؟ تتنفخ. طب ما دي كده هتفتح تحت على طول. هنا في مين كده؟ قناة مجرى البول، فانت لازم تبقى مقفولة هنا بقى، ولا الدنيا تفتح على طول، لان هي عمالة تجمع البول بلاقي لا ارادية، فتح على طول جالك لا. في من تحت حاجة اسمها عضلة عاصرة جات لا. خلاص وصلت كده؟ يبقى المسألة بيتصل بالعمق بتاعها حاجة اسمها مين؟ عضلة عاصرة. تمام. يبقى بيتصل بالمسألة ايه يا جماعة؟ ايه دي؟ عضلة مين يا جماعة؟ عاصرة. بص معلومة صغيرة خالص يعني صراحة. طب العضلة العاصرة هيكلية ولا لا هيكلية يا مرساة؟ يعني إرادية ولا لا إرادية؟ إرادية ولا لا إرادية؟ السؤال هو بص، هي المسألة مرساة لا إرادية صح؟ يعني مش هي بتاعت عمال تتمرن من كل مش بيرادتك. طب العضلة اللي جات لها من تحت رايك بقى تبقى ايه دي؟ ايه؟ الاثنين ولا دي ولا دي؟ الاثنين. طب يعني العضلة اللي تحت دي تفتح بإرادتك ولا بدون إرادتك؟ هما عضلتين بقى. أيوة. عضلة عاصرة داخلية دي ملساء. لا إرادية. وعضلة عاصرة خارجية دي هيكلية. دي إرادية حضرتك. فقال لك شايف دي لا دي إرادية صح؟ باظت يحصل عندك تبول لا ارادي. يعني لما بيكون في خلل في العضله العاصره بيحصل تبول ايه؟ لا ارادي. انت عرفت ان العضله العاصره في عضله عاصره داخليه وعضله عاصره ايه؟ خارجيه. وانت عرفت بس هو لما يجي يسالك يقول لك بس المساله بتفصل بالرقم بتاع حاجه اسمها عضله ايه؟ عاصره. بس تبقى فاهمها اكتر ان في عضله عاصره داخليه ومين؟ وخارجيه. والداخليه ملساء لا اراديه، والخارجيه هيكليه مين؟ اراديه. واصله؟ طب رجعنا تاني. الجهاز البولي بيتركب من كليتان، فايدته نسيت الغلط. خلصنا منها المراحل التركيبيه والوظيفيه اسمها مين؟ النفروت. نمره اثنين الحالي بقى فايدته نقل البول. بس يجيب لك مين فايدته النقل صح؟ هم عباره عن انبوبتان من حوض الكليه الى المسام، واتصلوا بها من خلف اتجاه ما. قلت لك والله سايبه متصله عمودي، النقط بتاعتها يكون ممكن تذكر المسام مع الوقت. طب والحاجه الثانيه اسمها المسام ايه؟ عضل. كيس عضلي صغير صح؟ تتجمع وتخزن مين؟ البول. وصلوا دي عضلات ايه دي؟ ملساء. جايب لي حاجه كده اسمها مجرى البول، فايدتها خروج البول. يعني في قناه هنا اسمها قناه مجرى البول.
عمي وصلك كده. بعد ما المثانه تتعفى العرضية عملت عقد صح، بيوصل لك تنبيه عصبي فوق يقول لك معلش يا عبد فعايزين نفضيك، فتبدا بقى العضله دي بص بص اللي يحصل بقى، تروح المسان عضلاتها ايه؟ ملساه تنقبض تعصر يعني، والعضلات العاصره تنبسط وتحب تطلع، واصله دي؟ حلو. طيب ماذا اذا حدث خلل في العضله العاصره؟ يا بابا قول لا يا بابا. حلوه دي؟ وصلك يا غالي؟ خلصنا احنا كده من صفحة 5 و6 داخلين بقى على صفحة كام؟ 7 و8. في كذا سؤال، السؤال الأول يا جماعة مين بيعمل استخلاص للبول؟ النفرو. السؤال الثاني مين بينقل البول؟ السؤال الثالث مين يخزن البول؟ مسام. مين يتحكم في خروج البول؟ العضلة العاصرة صح؟ طب مين بيطرد البول؟ قرنان ماجر. والله عرفتها ايه؟ الصلاة كده؟ استخلاص البول، البول لما جينا طلعناه هنا ونزلناه مر بكام عمليه؟ 2، الترشيح واعاده الامتصاص الاختياري. مين اللي بيقوم بالترشيح؟ محفظ البومه تقوم بترشيح الجزء السائل من الدم. هو ايه اللي بيرشح؟ الحاجات الصغيره. وصلك كده؟ طب اعاده الامتصاص الاختياري مين؟ بانبوبه النفرون قريبة بعيدة ثانية هنا، صح الكلام؟ طب هو البول لما نيجي كوناه كليل سائل داخل دم مؤكسش في الشريان صح؟ فاكر هي التفرع الشرياني الشرياني عند الجمع دخلت فين؟ في محفظة بومن. طيب مكونات الدم كلها كانت موجودة في الشريان بما فيها الفضلات واليوريا والحاجات ده كله صح؟ ايه اللي عدى وايه اللي ما عداش؟ ايه هي الحاجات التي لا يتم ترشيحها؟ ايه اللي كاتبهم؟ قول انت كده ايه الحاجات اللي بترشح؟ خلايا الدم، لا بترشح عشان يكون صغير. خلايا الدم حمراء وبيضاء وصفايا. انزيمات وهرمونات. ومين؟ والبروتين يا جماعه زي الالبومين والجلوبولين. في حاجه اسمها البلازما بروتين، الالبومين والجلوبولين وفايبرينوجين. فايبرينوجين ده بيعمل الجيلاتات ده بيتنشط في عمل التجلط. والالبومين والجلوبولين دي بروتينات موجوده في البلازما دي اللي بتنقل الحاجات في الدم، لو في دهن عايزين ننقله في الدم مين اللي شايله؟ البلازما بروتين. الحاجات دي مالها؟ كبيرة تعدي؟ لا. طب ماذا يدل وجود الالبومين في البول؟ يبقى في خلل في محفظة بومن، انت اللي فيك مشكلة بقى، انت اللي بتنزلي الحاجات دي كلها، وصلت دي؟ طيب يبقى انت عرفت مين ما بيعديش وسام ان هي ما عدتش حجمها ماله؟ كبير. طب ايه اللي بيعدي؟ مية وفوميل. جلوكوز تاني؟ جلوكوز ماشي. الجلوكوز بيعدي بس هل بينزل في البول؟ لا. ده بيحصل له عادة ايه؟ امتصاص. وصلك كده؟ طيب البول بقى ايه اللي موجود فيه؟ ده معناته اللي موجود فيه ان هو عدى وما رجعش. يوريا ده اشهر حاجه. مين؟ ميه. مين تاني؟ سموم، املاح، فيتامينات، توابل. في حاجه كده اسمها الجزء غير المتطاير من التوابل، اصل التوابل نوعين انا مش هكون في الصف. في توابل متطايره تطلع فين؟ في النفس، تطلع من الرئه، خلاص وصلك كده؟ وفي توابل الزائبه الغير متطايره بتطلع فين؟ في البول، وصلك كده؟ انا بقى جيت قلت لك ايه؟ ان البول هو جزء سائل صح؟ فقلت لك ان البول فيه فضلات ضاره وفضلات غير ضاره. مكونات البول نفسها فيها حاجات ضاره وحاجات ايه؟ غير ضاره. مين الضار في البول؟ اليوريا والسموم، الحاجات الضاره. طب ومين اللي مش ضار؟ الميه ده مكون في البول، التوابل وصلك كده؟ الفيتامينات الزائده عن حاجه ايه؟ الجسم، دي كلها حاجات ممكن تبقى موجوده في البول بس حاجات ايه؟ غير ضاره. وصل المعلومه دي؟ طيب عرفت كده حوار البول؟ عرفت تركيب البول؟ عرفت مكونات البول؟ اشهر مكون في البول هي مين؟ اليوريا. المكان الاساسي لخروج الفضلات النيتروجينيه بتكون صوره ايه؟ يوريا. البول بقى يا جماعه ممكن يبقى ليه لونين. لونين، انا هكلمك عن لون البول. مبدئيا لون البول يعني بالانجليزي، بس عشان انت كان بتكلمني بالانجليزي بيسموه عنبر يالو كلر. ايه لون اسمه عنبر؟ لون العنبر. عنبر بجد مش بهزر. بس احنا مش بنحب نشرح بالانجليزي يا استاذ. يبقى لون البول اسمه عنبر يالو كلر، هو لون اصفر شبه لون العنبر، حلو الكلام؟ بس اللون ده الدرجه بتاعته بتتغير، احيانا يبقى اصفر فاتح واحيانا يبقى اصفر غامق. صح الكلام يا باشا. احكي لك بقى، لو انت في فصل الصيف، حلو الكلام، البول بيبقى اصفر غامق. قلت له ليه بقى؟ لان كميه الميه اللي نازله في البول بتقل، لان معظم الميه بتفقد في العرق، فلو نزل البول بنفس المعدل بتاع يحصل لك جفاف.
يعني ده معناه ان انا لو جاي اتكلم على حجم البول خلاص مع بص ان احنا نعمل علاقه بين الاثنين ما بين درجه الحراره هنا تحت كل ما تزيد وهنا مين حجم الجرح. بص يا جماعه العلاقات البدنيه عندنا في الاحياء بنقراها من الافق للراس يعني لما ده يزيد يعمل ايه فوق فاهم كده دايما العلاقات الجاري من تحت لفوق هنا في الاحياء. فلما الحراره تزيد كميه البول تقل لان كميه الميه اللي نازله في البول هتقل ليه لان معظم الميه بتطلع بصوره عرق فانا لو هنزل لك الميه بصوره بول انت كده هيحصل لك جفاف يبقى بتجرى العلاقه البدنيه من تحت لفوق كل ما بتزيد درجه الحراره كميه البول بتقل خمس رجيل توصل لمعدل معين مش يبقى صفر يعني صفر يعني انت عندك حصوه كده سندلك الحال يعني بالصفر بول يعني. الفكره بقى ان لما كميه الميه في البول قلت فدرجه اللون بتزيد خلاص هو كده التركيز بتاع الاملاح في البول ماله يزيد فبيبقى اصفر غامق في الصيف. تيجي بقى في الشتاء الشتاء بقى مع البروده كميه العرق قليله في كميه كبيره من الميه بتنزل فين؟ في البول خلاص يبقى مع انخفاض الحراره حجم البول بيزيد بس برضه ما حاجه معاك مش كل حاجه ويبقى اللون بتاعه اصفر ايه؟ فاهم فانت عرفت كده الوان البول والصوب السد وصلك؟ وعرفت بقى ان في الصيف معدل التعرق بيبقى عالي فكميه الميه اللي موجوده في كتر مالها قليله ان هنا يحصل لك جفاف طبعا لو فقدت الميه بتاعتك كلها في البول. في معلومتين صغيرين كده بيجيبوا عليهم اسئله. بص يا جماعه جسم الانسان حجم الدم اللي موجود فيه من 5 ل 6 لتر. حلو الكلام؟ لسبب من 5 ل 6 لتر ايه؟ بيمر منها في الكليتين من 1.2 ل 1.3 لتر في الدقيق. طب يبقى الدقيقه الواحده بيمر في الكليتين من 1.2 ل 1.3 ايه؟ من 10. عارف يعني ايه؟ تقريبا ربع حجم الدم بيمر في الدقيقه. صح؟ هو الدم كله من 5 ل 6 فانا لو بعدي 1.3 من 10 يبقى ده الربع تقريبا. يبقى بص حجم الدم من 5 ل 6 لتر. بيمر منها في الكليتين قد ايه؟ من 1.2 ل 1.3 لتر في الدقيقة. يعني تقريبا ربع الدم بيمر في الدقيقة، يعني تقريبا الدم كله بيمر كل أربع دقائق. يعني كل أربع دقائق الدم بتاعك كله بيمر خلال الكليتين، شفت معدل شغل عالي جدا. ده معناته إيه؟ إن أنا لو عايز أعرف كام لتر دم بيعدوا في كليتينك في اليوم، هتضرب 1.2 في 60 دقيقة في 24 ساعة، تلاقي 1600 لتر. تخيل انت لو مشغل الموتور بيسحب ميه 1600 لتر في اليوم مسحوبين ومعدلين ده معدل كبير جدا طبعا 1600 لتر في كميه ضخمه جدا وصلت كده؟ الشخص السليم نسبه الجلوكوز في الشريان الكلوي بالنسبه لوريد الكلوي سوا طيب هم دخلوا رشحناهم رجعناهم تاني يبقى نسبه الجلوكوز في الشريان الكلوي تساوي الجلوكوز في الوريد الكلوي وصلت كده يا جماعه؟ طيب السؤال بقى اللي بيفتح نفسه عندنا سؤال اسمع بقى انا هبدا اشرح حاجه ليها علاقه بقى بزياده السكر في البول ونقص السكر في البول وامتى السكر يبقى عالي والسكر قليل ودي وبعدين نشرح حاجه بقى اسمها مين؟ غسيل الكلى خلاص حاله الفشل الكلوي فاحنا نمسح السبوره نشوف بقى حوار امتى السكر يبقى عالي وامتى السكر قليل. حضرات الساده المستمعين المعدل الطبيعي للسكر في دم الانسان السليم من 80 ل 120 ملي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب. دي النسبة الطبيعية للسكر في دمك. عارفين انا عامل ايه؟ فصلنا من دمك 100 سنتي نقيس كمية الجلوكوز اللي فيهم نجيبهم من كام؟ من 80 ل 120 ملي جرام. وصلت المعلومة دي؟ يبقى ده المعدل الطبيعي للسكر فين يا جماعة؟ في الدم. حلو الكلام؟ طب ما تكتبيش كله مكتوب يعني سكر بالانجليزي نورمال بلاد جلوكوز ليفل 80 ل 120 ملي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب. حلو الكلام. الانسان الطبيعي نسبة السكر والجلوكوز في البول المفروض صفر. يعني ده معناته ان كل البول بيحصل له عملية إعادة امتصاص، ما ترشح كل الجلوكوز، يبقى ده معناته إن كل الجلوكوز حدث له إعادة إيه؟ امتصاص، قلت له حلو، إزاي؟ في آليتين لاستعادة الجلوكوز، الآلية الأولى اسمها الانتشار،
قلت له ايه يا عم حوار الانتشار؟ قال لك بص الانبوبه بتاعت النفرون لما الجلوكوز نزل فيها فنسبه الجلوكوز اللي فيها مالها؟ زادت. والشعيرات الدمويه الوريديه اللي محوطاها هيبقى نسبه الجلوكوز اللي فيها مالها؟ اقل. فيروح الجلوكوز ينتقل من التركيز العالي للتركيز مين؟ الاقل في الانتشار. يبقى اول اليه بنرجع بيها الجلوكوز اللي كان رايح يترمي تاني اسمها عمليه مين؟ الانتشار. بس دي ما رجعتوش كله، كان لسه في شويه ان ممكن لو تساوي التركيزات مش هيرجع. الاليه الثانيه اسمها النقل النشط، بس دي اللي عايزه طاقه. ودي اللي سببها وقلت لك ان الانابيب المنتفخه فيها ميتوكوندريا، خلاص؟ النقل النشط بيكون من تركيز ايه؟ الاقل لمين؟ للاعلى. المفروض بعد الاليتين دول نسبه السكر في البول صفر. ما ينزلش. ان احنا رجعنا كل مين؟ كل الجلوكوز. وصلت؟ طب جالك تعالى بقى نحكي شويه. بص يا جماعه انا حتى اللحظه بتكلم عن انسان طبيعي. افهم الحته دي كويس ولما تروح ممكن تجيب كده يا جماعه. الانسان الطبيعي اكل عيش كربوهيدرات او اكل حلاوه فاكيد نسبه السكر في دمه بعد الاكل مباشره مش هتكون كده، هتكون اعلى من كده. يبقى الانسان الطبيعي بعد الاكل خصوصا لو بياكل حاجه مسكره نسبه السكر في الدم هتكون اعلى من كام؟ من 120، ده ممكن توصل 180 وممكن اقل. وصلك كده؟ في مشكله كلام حتى اللحظه؟ اكمل لك بقى. يبقى الانسان الطبيعي بعد اكل حاجه مسكره نسبه السكر في الدم بتزيد عن ال 120، اصل الطبيعي من 80 ل 120. انت لو واكل حاجه مسكره فبتحصل عمليات امتصاص في الامعاء فالسكر بيدخل فنسبه السكر في دمك هتبقى اعلى من 120. قلت له مشكله؟ قال لا ولا اي مشكله. قلت له ليه؟ اسمع بقى الكلام، اسمع الحته دي. بسبب نشاط هرمون اسمع كده اسمه الانسولين. الانسان الطبيعي بعد ما بياكل حاجه مسكره نسبه السكر في الدم بتزيد خلاص بتعدي ال 120 بكتير. اول ما السكر يزيد في هرمون اسمه مين؟ انسولين. بيعمل ايه بقى؟ بص بص يعمل ايه؟ ده الكبد ودي العضلات ودي حاجه اسمها النسيج الدهني. بص الانسولين يعمل ايه؟ يقول للجلوكوز ادخل الكبد واتخزن في صوره جلايكوجين. سكر مخزن في الكبد. وادخل العضلات واتخزن في صوره جلايكوجين. وادخل النسيج الدهني واصنع دهون، تجربة الراجل تخن وكنت باكل السكر. وببص الانسان الطبيعي بعد اكل حاجه مسكره نسبه السكر في الدم بتبقى اعلى من 120 ده المعدل الطبيعي. بيتم افراز هرمون اسمه مين يا جماعه؟ الانسولين. فايدته يا جماعه بص 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 المحافظه على المعدل الطبيعي للسكر فين؟ في الدم. قلت له بتعمل ايه؟ قال بيحفز دخول السكر لمين؟ للكبد وصناعه مين؟ الجلايكوجين. قلت له حلو. دخول السكر للعضلات يبقى دي عضلات. وصناعه مين؟ الجلايكوجين. دخول السكر في النسيج الدهني وصناعه دهون. يبقى ده انسان طبيعي. بعد ما الانسولين عمل كده المعدل بتاع السكر بقى كام؟ 80 120. حلوه دي كده؟ يبقى اهو الانسان الطبيعي النسبه الطبيعيه للسكر في الدم كام؟ 80 ل 120. النسبه الطبيعيه للسكر في البول كام؟ صفر. طب ما الراجل كان حاجه مسكره السكر مالا دمه هينزل في البول؟ لا. ليه؟ هرمون الانسولين هيعمل ايه؟ هيخلي السكر يرجع للمعدل الطبيعي اللي هو كام؟ 80 ل 120. هتعمل ايه؟ يا انسولين هخليه يدخل في الكبد خزن في صوره ايه؟ جلايكوجين عضلات جلايكوجين نسيج دهون يصنع دهون. حتى لو في مشكله في ازمه هل من الطبيعي في سكر في البول؟ لا. بص بقى ده انسان طبيعي صح؟ حصل فيه ايه الانسان الطبيعي؟ بص هنا انسان مريض قلت له حصل لك ايه؟ حدث تدمير للبنكرياس بتاعه حاجه كده اسمها خلايا بيتا في البنكرياس بتصنع هرمون الانسولين. يبقى في انسان كده ماله؟ حدث تدمير لخلايا، روح كده من الخلايا اسمها مين؟ بيتا. فين؟ في البنكرياس. دي بتصنع هرمون مين يا جماعه؟ الانسولين. حلو الكلام.
يعني ده معناته ان الانسان المريض ده ما عندوش هرمون مين يا عمي؟ الانسولين. قلت له حلو، حتى لاحظه ان في انسان مريض البنكرياس بتاعه اتدمر ما بيعرفش يصنع هرمون مين؟ الانسولين. تمام؟ ماله بقى الراجل ده؟ اكل سكر زي اي حد، خلاص طلع كده؟ نسبة السكر في دمه ده بتزيد وتزيد وتزيد، ده بتعدي 300 و400، ممكن توصل ل 350. ده طالب في السماء خالص، حلو الكلام؟ يبقى بص، في شخص عنده تدمير في البنكرياس، ما عندوش هرمون ايه؟ الانسولين، واكل حاجه مالها مسكره، فبيحصل ايه؟ ارتفاع كبير في مين؟ نسبة السكر فين؟ في الدم. ده ممكن توصل لكام؟ ل 350. قلت له امين. يعني لو السكر في الدم قاله عادي، لان في مشكله كمان، ده الكبد مش عارف ياخد السكر من الدم، لان اللي كان بيفتح الباب في الكبد هو مين؟ الانسولين. يعني السكر مال الدم والكبد مش عارف ياخده. مين كمان؟ العضلات. السكر مال الدم والعضلات مش عارفه تاخد. السكر مال الدم ومش عارفين نصنع دهون. على فكره انت بتلاقي الاشخاص دول بيصبحوا ناس رفيعه، لان بيكون اعتمادهم الاساسي في الطاقه على الدهون اصلا، بيكسروا دهنهم، عضلاتهم مش عارفه تاخد السكر منين؟ من الدم، فيبدا يكسر دهون، فتلاقي مريض السكر بيجي ماله رفيع. هو في الاول بيبقى تخين، بعد كده بيجي ماله رفيع، دي حاجه خطيره بقى. ماشي. يبقى مريض السكر، مريض السكر اللي هو ما عندوش هرمون، اسمع بقى، ما عندوش هرمون ده؟ الانسولين. نزل السكر في دم مالها؟ عاليه جدا، ده توصل 350. انا الانسان طبيعي السكر في البول كام؟ صفر. السكر في دم كام؟ 80 120. طب بعد الاكل بيزيد، بينزل في البول؟ لا. ليه؟ هرمون الانسولين موجود يخزن ورجع له المعدل الطبيعي. الراجل اللي هناك ده نسبه السكر في الدم عالي، الكبد عارف ياخده؟ لا، بس الدم مليان سكر. العضلات عارفه تاخده؟ لا، بس الدم مليان سكر. بيستخدم ايه ده؟ الدهون. طب تعالى نشوف بقى الكليه هتعمل ايه. بص يا باشا، النسبه العاليه من السكر دي راحت لمين؟ للكليه. حصل ولا لا؟ النسبه العاليه من السكر دي، بص الطبيعي بيقولها كده صح؟ لان حتى لما عليت هنا في وجود هرمون الانسولين ما راحتش للكلى، الانسولين موجود. النسبه العاليه دي راحت لمين؟ للكلى. طب فاكر انت كانت بتروح في مين؟ في الشريان صح؟ ويعمل الجمع هنا ومحفظه بومن ويطلع هنا صح؟ طب احنا مودين نسبه مثلا كام؟ 350. حلو الكلام يا باشا؟ هل ال 350 اللي جوه دي هتجن؟ لا، لان مفيش مين اصلا. انسولين هوديها فين؟ هي قاعده صح؟ النسبه دي نسبه ايه؟ عالية، خصوصا وانا كمان عمال اعمل ايه كمان؟ باكل سكر، مفيش مين يجلي لها لي الانسولين اللي كان بيجي لها عشان ترجع للطبيعي هرمون ايه؟ الانسولين. طب حلو. يعني النسبة العالية دي وصلت لأنبوبة مين يا جماعة؟ النفرون. يعني السكر العالي جدا اللي كان موجود في الشريان ده خلينا، صح الكلام؟ طيب. المفروض السكر لما يروح لأنبوبة النفرون نعمل ايه؟ نرجعه، صح الكلام؟ تيجي أنبوبة النفرون ترجع في الانتشار، صح؟ السكر جوه ماله؟ كتير. بره كتير، رجع مين يا عمي؟ مش عارفين نرجعه. يعني مريض السكر اللي ما عندوش انسولين، نسبه السكر في الدم بتاعته مالها؟ عاليه. السكر بعد ما عملنا له عمليه استخلاص ونزل في انبوبه النفرون، جينا نعمل ايه؟ نرجعه. طب انا عندي هنا كتير وهنا اكتر، وديه فين؟ فالسكر قاعد فين؟ في انبوبه النفرون، فينزل فين؟ في البول. يبقى مريض البول، عشان كده سموه مرض ايه؟ البول السكري. لا، ده هنا السكر نازل بقى في البول. قلت له ليه؟ قال له والله السبب كله ان انا ما عنديش هرمون الانسولين، فانت اكلت حاجه مسكره بنسبه عاليه من السكر. ومفيش هرمون الانسولين هيدخل السكر جوه مين؟ جوه الخلايا، والنسبه بقت عاليه خالص. والنسبه العاليه دي هتوصل هناك عند الكلى، جاي نعملها عاليه ايه؟ امتصاص. طب ما جوه كتير خالص برضه. هكون مضطر ننزله فين؟ في البول، عشان كده سموه مرض البول السكري. خد بقى المعلومه الثانيه. يعني ده معناته كده ان انبوبه النفرون بيجي فيها نسبه عاليه منين؟ من السكر. وده معناته ان مريض البول السكري نسبه السكر في الشريان وفي الوريد. الشريان اكبر من الوريد بكثيرا. مش كده بعض المرات؟ لان في شويه اكتر هيترموا فين؟ في البول. مش هيرجعوا تاني، في شويه هيترموا، وصلك كده؟ لان عارف لو رجعهم تاني، طب ما فيش حد برضه هيخلصنا منه وهيجوا لي تاني، فاهم؟ ففي حالة مريض البول السكري بيساووا بعض؟ لا، كمية الشريان أكبر بكثيرة من إيه؟ من الوريد، لأن في شوية هيترموا فين؟ في البول. خد بقى المعلومة. يبقى عرفت إيه حوار البول السكري كان حصل ليه؟ الراجل ده أكل سكر، نسبة السكر في الدم زادت، ما عندوش هرمون مين؟ الأنسولين. السكر اللي إحنا عملناه له استخلاص في محفظة بومر، نزل في الأنبوبة، جينا نعمل إيه؟ نرجعه. طب ما جوه فيه؟
كتير مش هيرجع، هروح نازل فين؟ في البول. خد بقى المعلومه الثانيه، قلنا المرض ده اسمه مرض ايه؟ البول السكري. يبقى امتى ينزل السكر في البول؟ عند مرض البول السكري. هو ايه سبب مرض البول السكري؟ مفيش مين؟ هرمون الانسولين. قبل يتلف في الخلايا الجينيه فبيكرفوا مش هرمون الانسولين، عشان كده الناس دول بيعالجوهم بحقن الانسولين وما لهمش حل غير ياخدوا حقن الانسولين طول عمرهم. ايه؟ لا تفتح الجيم. خلاص؟ يبقى الحل الوحيد اللي هي الهرمون مين يا جماعه؟ الانسولين. في مشكله الكلام ده؟ خد بقى المعلومه اللي جايه. سكر الجلوكوز بيجي نازل في الانبوبه صح؟ الاسموزيه بتاعته عاليه. تركيزه عالي فالاسموزيه عاليه، روح ساحب وراه ميه. يعني الجلوكوز اللي التركيز عالي اللي وصل انبوبه النفرون هيسحب وراه ميه، فكميه الميه مالها؟ هتزيد، فالراجل هيتبول كتير. وطالما سحبنا الميه يبقى انا عطشت فوق فايه؟ هيشرب كتير، هتلاقي اعراض مرض البول السكري بيتبول كتير، بيعطش كتير، بيشرب كتير، والسكر فين؟ في البول ورفيع. ليه رفيع؟ لان بدا يكسر دهونه، العضلات لما تيجي تشتغل ما عرفهاش تشتغل بالجلوكوز لان الانسولين اللي بيدخله لها مش موجود. لكن بتستخدم مين بقى؟ الدهون. طب الناس دول يخفوا ازاي؟ هم مش بيخفوا، بيقعدوا طول عمره ياخد حقن ايه؟ انسولين. وصلك؟ عشان يبقى زي الطبيعي بقى، فهمت كده؟ يبقى يجي يسالك ايه الحاله اللي هينزل فيها السكر في البول؟ مريض البول السكري. انت بقى فهمت بقى ايه اللي جاب السكر للبول مع البول السكري يعني، وعرفت الحوار، مفيش هرمون الانسولين. طب انت كانسان طبيعي السكر في دمك ما بيزيدش؟ بيزيد. طب ينزل في البول؟ لا. ليه؟ الانسولين موجود، هرجعه تاني. طب والراجل هناك مفيش انسولين، فلما زاد مضطرين ننزله. طب السكر الاسموزيه بتاعته مالها؟ عاليه، بيسحب وراه ميه، فبيتبول كتير ويعطش كتير ويشرب كتير. ودي اعراض مرض البول السكري. تلاقي ان الراجل بدا المعاناه كده يقول لك ايه؟ بعطش كتير، بشرب كتير، بتبول كتير. اقول له ماشي، ناخد عين البول وناخد عين الدم، الاقي السكر في الدم عالي، والاقي السكر في البول عالي. اقول بس انت مريض بول سكري، تقول لي العلاج دكتور هو الانسولين. خلاص وصلت كده؟ لا، البرشام اللي بياخدوه ده هم اصلا في انواع السنه الجايه ان شاء الله ناخدها، في نوع واحد ونوع اثنين. في نوع من مرضى السكر النوع رقم واحد ده البنكرياس اتدمر، ده لازم ياخد ايه؟ حقن. في نوع رقم اثنين البنكرياس مش شغال كويس، فبياخدوا ايه؟ البرشام ده اللي بيسرع حرق السكر يعني. طيب خلصنا كده يا جماعه، فهمت كده؟ سؤال، هل الشخص الطبيعي يحتوي البول على الجلوكوز؟ انا صاحب الاسم، هل الشخص الطبيعي يحتوي البول على الجلوكوز؟ يحتوي؟ لا يا عم، صفر جلوكوز. ليه؟ كله بيحصل له عنده امتصاص ايه؟ اختياق. طب السؤال الثاني، في الشخص مريض البول السكري نسبة الجلوكوز في الشريان الكلوي تبقى ايه بالنسبة للوريد؟ أكبر بكثير، مش أكبر بس كتير جدا. طب وليه الشريان أكتر؟ إن في شوية هترموا فين؟ في البول، وفي شوية عدم امتصاصهم بس أكبر بكتير يعني. طيب خد السؤال اللي بعد كده، هل يحتوي البول في الشخص السليم على دم؟ هل البول فيه دم؟ لا. ليه؟ على الدم حجمها كبير، لا يتم ترشيحها وانقاذ البول، هتنزل ازاي؟ وصلك كده؟ طب ليه جينا في دم في البول؟ طبعا هي حاجات كتيره، مش كده في مشكله في انقاذ البول، انت لو عنده حصوه بتتعرض في الحوالب او حصوه في اللسان يعني حاجه ثانيه، يعني عنده بيرب الهريسيا مثلا بيجرحه وناس كده، حاجه ثانيه، فهمت كده؟ طيب هل يحتوي بول الشخص السليم على بروتين الالبومين؟ ينزل يعمل ايه؟ البروتين ده حجمه كبير، ما بيحصلوش ترشيح اصلا، ما بينزلش بروتين في البول يا عمي، ما انت لسه عارف ينزل ايه في البول؟ ميه ومتر وسموم وحاجات زي بس، والتوابل ايه؟ الدايره ده اللي بينزل. طب السؤال اللي بعد كده، ايه اللي يحصل لو كل الدم او يعني كل السائل اللي كان راح المحفظة ما حدثتوش إعادة امتصاص الكيان؟ هتشرب في اليوم 170 لتر. يعني لو كل السائل اللي راح للمحفظة ودخل في الأنبوبة ما حدثتوش إعادة امتصاص، كان هيلزم الإنسان أن يشرب يوميا 170 لتر. ده غير بقى اللي كان هيفقد الجلوكوز ويفقد البروتين. لا الجلوكوز تحديدا، الجلوكوز، لأن هو الجلوكوز هو اللي كان بيترشح. يبقى كنت هتفقد مواد مهمة ممثلة في الجلوكوز. ده غير انك محتاج تشرب قد ايه؟ 170 لتر. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ طيب سؤال ببساطه بقى، ايه بقى السؤال؟ بيقول لي هل الاحماض الامينيه، طبعا انت عارف ان في بروتين وفي الحمض الامين، هل الاحماض الامينيه بتنزل في البول؟ ده سؤال، هل الاحماض الامينيه بتنزل في البول؟ لا. لا هو في الواقع لا، الا باستثناء بعض الاحماض الامينيه الصغيره. في بعض الاحماض الامينيه حجمها صغير ممكن تنزل ايه؟ في البول بنسب ايه؟ صغيره، دي مش مكون طبيعي لمين؟ للبول، خلاص؟
طب انا بتكلم على احماض الامنيه الكبيره تنزل، اصل ليها احجام، في احماض امنيه كبيره واحماض امنيه ايه صغيره. حلو الكلام. طيب معنى وجود حمض اميني في انبوبه النفرون يبقى المشكله فين؟ محفظته مش هي اللي عدته. يعني معنى وجود حمض اميني في انبوبه النفرون يبقى المشكله فين؟ السؤال بقى بيقول ايه بقى؟ في احماض امينيه خلاص او بروتين. طيب في بروتين موجود في انبوبه النفرون. حلو الكلام. بص السؤال فكرته ايه؟ بروتين موجود فين؟ في انبوبه النفرون. هو اولا ده طبيعي. طب معنى ان هو موجود يبقى المشكله كانت فين؟ محفظه البول. قلنا حلو دلوقتي البروتين موجود فين؟ في انبوبه النفرون. هينزل فين دلوقتي البروتين ده؟ في البول. سالناه طب انت يا بروتين يلي عديت من محفظه بومن البايظه اللي فيها عيب ونزلت في انبوبه ايه؟ النفرون. ليه انبوبه النفرون ما رجعتكش؟ اهو يعني بص، هل من المفترض ان البروتين الكبير يعدي من انبوبه النفرون؟ لا، لان حجمه كبير مش هيعدي، يعدي جهاز محفظه بومن؟ لا. طب هو عدى ومحفظه بايظه نزل في الانبوبه. السؤال بقى بنقول له ايه؟ طب انت لما نزلت في الانبوبه انت طبعا نازل ان في حاجه باظت جابتك هنا، طب ما رجعتكش للانبوبه؟ عشان حجمه كبير. صح كده يعني؟ يعني يقول لك ايه؟ لما حدث تلف في محفظه بومن فالبروتين راح نزل لانبوبه النفرون وهيضطر ان هو ينزل في البول، فلقينا البروتين نازل في البول. فالسؤال بقى طب محفظه بومن وباظت، طب وانت انبوبه النفرون ما رجعتهوش ليه؟ عشان حجمه كبير. ما عرفتش تعمله بيه؟ تعادل الرصاص. فاهم كده؟ يعني انت بتلاقي كده ان البروتين لو عدى من المحفظه البايظه وهينزل في البول فمش هيرجع تاني. ليه مش هيرجع تاني؟ لان الانبوبه مش هتعرف تعمل له عاده مصاصه، تعمل عاده مصاصه حاجات ايه؟ صغيره. طيب رايحين بقى نشرح ايه بقى؟ الفشل الكلوي. هو فشل الكلوي طبعا، فشل الكلوي لحظات عدت بسرعه طبعا. رايحين نشرح حاجه اسمها الفشل الكلوي، ونشوف بقى الشخص اللي عنده فشل كلوي ازاي هنحاول ان احنا نخليه يبقى زي الناس الطبيعيه، ازاي نخلصه من ماده سامه اسمها مين؟ اليوريا، لان الفضلات النيتروجينيه ممثله في اليوريا هتزاد نسبتها في مين؟ في الدم بتاعه. بص يا جماعه، لما يحدث فشل في الكليتين عن اداء وظيفتهم، قلت له ايه وظيفتهم؟ خلاص الفضلات النيتروجينيه في الدم وتكوين البول ونزلها دي، اللي هي الفضلات النيتروجينيه واشهر حاجه اللي هي مين؟ اليوريا. فلما تفشل الكليتين عن اداء وظيفتهم يؤدي ذلك الى تراكم الفضلات النيتروجينيه السامه والسموم برضه اللي كانت بتنزل، صح؟ طب ويعني ايه المشكله يعني لما تتراكم الفضلات السامه؟ تؤدي الى تسمم الشخص وموته. يعني الشخص اللي عنده فشل كلوي وكليته باظت خلاص ده ماله؟ لو مش هيعمل غسيل هيموت، لان الفضلات النيتروجينيه مالها؟ هتتراكم. ودي هما بيسموها باسم علمي بيسموها تسمم البولينه. عايز اقول معلومه صغيره في الاسئله، احيانا مجازا بيطلقوا على اليوريا كلمه بولينا، بيطلقوا على اليوريا كلمه بولينا، بس في الواقع ان البولينا هي الفضلات النيتروجينيه مجتمعه. يعني البولينا دي كلمه عامه لليوريا والنشازر وحمض ايه؟ اليوريا. يعني الفضلات النيتروجينيه مجتمعه بنسميها مين؟ بولينا. بس ممكن في السؤال يبقى مسمين اليوريا مين؟ بولينا. ايه تسمم البولينا؟ تراكم الفضلات النيتروجينيه نتيجه فشل الكليتين عن اداء وظيفتهم. طب وكان ايه اللي بوظ الكليتين؟ ممكن يكون اتعرض لامراض، وممكن يكون اتسمم بماده، خد معادن ولا خد ماده سامه دمرت له مين؟ الكليه. وصلت كده؟ ثانية واحدة. يا جماعة الشخص ده عنده تلف في الكليتين بتوعه، فهيحدث تراكم الفضلات النيتروجينية في دمه، ويحصل له حالة سميناها تسمم ايه؟ البولينا. تسمم البولينا ما هي تسمم البولينا هي تراكم الفضلات مين؟ النيتروجين. وصل المعلومة دي؟ فالراجل ده بيعمل حاجة بقى اسمها مين يا جماعة؟ اسمها الغسيل. يقول لك بيعملوا غسيل، غسيل بيغسلوا بيه؟ فتعالوا شوف ايه اللي هيعملوا له بقى. بص يا جماعة، في جهاز اللي اسمه جهاز الغسيل ده بيتكون من ايه بقى؟ بص يا جماعة، ده جهاز كده اهو. وده المريض بتاعنا، شوف احنا هنعمل ايه حالا. ده المريض هتابع بدراعه، وده شريان تمام، وده وريد اهو،
هرسم لك رسمه واقول لك كلام واقول لك الكلام ايه وبعدين فاهم. يبقى الازرق ده ايه؟ وريد والاحمر شريان، تلاقي طالع كده انبوبه اهي فيها دم المريض خلاص طالعه كده وداخله في الجهاز ده، ده جهاز الغسيل. الانبوبه دي فيها مين دي؟ دي فيها دم المريض اللي فيه مين بقى؟ في اليوريا، في الميه، في جلوكوز، في خلايا الدم صح؟ في الاملاح، في الهرمونات، في الانزيمات صح؟ والانبوبه اللي عندي فيها دي بتكون مكونه من غشاء شبه منفذ شبه السلوفان، عارف ورق السلوفان اللي بيعملوا بيه الفوانيس؟ زيه كده. يبقى الانبوبه دي من غشاء شبه منفذ شبه السلوفان. حلو خالص. تروح الانبوبه دي معديه هنا جوه الجهاز. حلو اهي الانبوبه معديه جوه الجهاز. وتروح راجعه تاني مدخلنا هنا للمريض. الجهاز ده فيه ايه بقى؟ الجهاز ده فيه سائل فيه كل مكونات الدم ما عدا الفضلات النيتروجينيه السامه. يعني مين اللي موجود هنا في الجهاز ده؟ موجود ميه، موجود مين؟ موجود جلوكوز، موجود معادن، موجود مين؟ املاح. لكن الفضلات النيتروجينية السامة مالها؟ مش موجودة. إيه اللي بيحصل بقى؟ بيحدث انتقال للفضلات النيتروجينية من هنا لهنا بالانتشار. لو التركيز بتاع اليوريا عالي في الأنبوبة طالع فين؟ في الجهاز. والجهاز إحنا بنغيره من السائل، يعني ده السائل النقي وده السائل طالع مين؟ بالفضلات، يعني باستمرار الجهاز عامل زي الصندوق كده. دم المريض كله داخل جوه مين؟ الجهاز. بيعدي حواليه مين هنا؟ السائل. اليوريا مش موجوده في السائل، فايه اللي هيحصل؟ تنتقل بالانتشار من الانبوبه دي مين؟ للسائل، ودي السائل نرميه بقى خلاص. بتعتمد على فكره الانتشار، قلت له يعني ايه الانتشار؟ قال لك يعني الانبوبه دي من غشاء شبه منفذ بتبقى عامله كده، في مسافات بينيه كده. طبعا الجزيئات الكبيره مالها؟ مش هتعدي. لكن املاح اليوريا حجمها ماله؟ صغير. اهي فهتطلع. طب والجلوكوز هيطلع؟ قلت له احنا ما حطيناش جلوكوز من بره. عشان ما ينتقلش، فاهم؟ يعني ايه؟ ادوات مين اللي هيطلع مننا؟ يوريا، طلعت في السائل بتاع الجهاز. مش حاطين يوريا بره فكلها تطلع هنا بالانتشار. طب ومين صغير كمان؟ الجلوكوز، لا حطيناه بره تاني. ليه؟ عشان ما يطلعش. لان كده يبقى الجلوكوز بتاع المريض كله هيتعبي. لا، فاحنا حاطين مكونات الدم كلها من بره ما عدا الفضلات ايه؟ النيتروجينيه، فتنتقل الفضلات النيتروجينيه من الانبوبه دي لمين؟ لسائل الجهاز اللي احنا نرميه بقى. ونروح نرجع الدم تاني لمين؟ للمريض. حلوه دي؟ احنا كده خلصنا من الفضلات ايه؟ النيتروجينيه، وممكن يعملها مرتين او ثلاثه في الاسبوع العمليه دي اصلا. وصلت؟ ايه بقى الفكره اللي انا عايز اقولها؟ الكتاب لما جالي ان بيتم نقل دم المريض خلال الانبوبه دي، ده بيكون دم شريان ولا وريد؟ يعني الدم اللي طالع ده شريان ولا وريد؟ طب ماشي، هو رسم كتب هنا شريان. كتب شريان، بس انت بص في الرسمه طالع منين؟ إيه؟ طب استنى ماشي، بس هو جاي شريان، يبقى قال لك ايه؟ بنستخرج دم المريض من خلال ايه؟ شريان. حلو الكلام؟ طب وراجع في مين؟ وريد. يعني الدم طالع في شريان وراجع في مين؟ في وريد. هو قال كده نظري، بس جلسنا بالوريد وطلع من الوريد، يعني انا شايف طلع من الوريد. يعني تعالى اقول لك قال ايه الكلام؟ قال نمره واحد، يضخ الدم من شريان المريض. تمام؟ هكلام في مشكله؟ الى الجهاز ليمر خلال انبوبه من غشاء رقيق شبه ايه؟ منفذ يجري ورق السلوفان. نمرة اثنين، يمر من الجهة الأخرى للغشاء سائل لتنقية الدم وفي جميع مكونات البلازما ما عدا مين؟ اليوريا والفضلات الخارجية. لو الجهاز نفسه هنا مكونات الدم كلها داخلة ما عدا اليوريا والفضلات النيتروجينية، فاليوريا طلع بالانتشار من الأنبوبة دي للسائل اللي احنا هنعمل ايه؟ هنرميه. خلاص؟ ويعود دم الشخص ثاني من خلال ايه؟ الوريد. ده كلام الكتاب؟ ماشي. طب لما انت بتقول لي طلع من شريان وراجع منين؟ إيه؟ من وريد. ايه الرسمه اللي انت راسمها؟ انت ليه ما رسمتوش من الاحمر؟ فهمت اقصد ايه؟ انت ليه رسمه من الوريد؟ فانا اعتبر كده خلصت شرح، بس هقول لك ليه الحوار ده. بس قبل ما اقول لك الحوار اللي هختم بيه لو ما حدش يسالك فيه، بس عشان انت شايف الرسم كده غريبه يعني، فتطلع من وريد ومرجع لوريد وتقول لي مطلع منين؟ من شريان. ازاي تقول لي مطلع من شريان وانت راسم منها ايه؟ وريد. عايز افهم انا متجاعد عند اخر الوريد مثلا. يعني مثلا واخر الوريد اسمه شريان، فهمت الفكره؟ يعني مثلا واخر الوريد اسمه شريان، فدي انا مالك في الاخر، بس انا اسالك سؤال ده ممكن يسالوك عنه. السؤال الاول، ايه اللي يحصل لو استبدلنا السائل ده بميه؟ السائل ده بميه.
ده هيحصل تنقية للدم ونستخلص منه اليوريا بس هنفقد الجلوكوز. يعني احنا لو استخدمنا السائل ده بالميه طب ما اليوريا تطلع فعلا بس هنفقد مين؟ الجلوكوز والاملاح المهمه بقى. يبقى اذا استخدمنا سائل التنقيه بتاع جهاز الغسيل الكلوي بمين يا جماعه؟ بالميه. هيفقد المريض جميع المواد الضروريه من جلوكوز واملاح وهتخلصه من اليوريا. بس ما ينفعش انا راح اعمل اليوريا راح اعمل الجلوكوز بتاعه وانا هموته في الدم. طب السؤال التاني ايه اللي يحصل لو ما غيرناش السائل؟ يعني السائل كان بس مسدود كده ما اتغيرش. مش يرجع تاني، هيبقى في فشل في التنقية، من اليوريا هتطلع مش هيرجع تاني. يعني هيبقى الدم اللي راجع مش ناقي 100%، فهمت اقصد ايه؟ لأن في شوية يوريا برضه هيطلع لأن كمية اليوريا في الدم مالها عالية. خلاص؟ يعني كفاءة التنقية مالها هتقل. يبقى احنا لو ما بنغيرش السائل لن يتم تنقية الدم بأكمله من الفضلات. لأن هيبقى في يوريا برضه قاعدة فين؟ في الدم. واصلة كده؟ آخر حاجة بقى، إيه المنظر ده؟ ده كلام عشان ده. بص يا جماعه الشريان خلاص بيكون مدفون تحت العضلات ومن الصعب ان احنا نوصله. والشريان بيكون نابض والجدار بتاعه سميك. ده مين ده؟ ده الشريان اللي هو هنا جاي لك شريان اهو. الوريد بيكون سطحي وباين وظاهر والنشاء بتاعه بيكون ماله اكثر رقم ما بيكونش نابض. تمام. لو انا جبت الانبوبه اللي هضخ فيها دم المريض اطلعها من بطلعها في انبوبه دي ودخلتها في الوريد هتدخل بس ضغط الدم في الوريد ماله ضعيف مش هعرف اطلع الدم كله في الايدين في الانبوبه عشان اوديه لمين؟ للجهاز. وانا الجهاز ما عنديش شفاط عشان يشفط الدم. فاهم كده؟ يعني انا لو خدت الدم بتاع الوريد في الانبوبه ودخلته لمين؟ للجهاز. ضغط دم الوريد ماله قليل مش هينفع صح؟ طب وعشان ادخل في الشريان، الشريان ماله مدفون وبعيد صح؟ وهاجي ادخل الحقنه في الشريان ممكن تطلع تاني صح؟ لان الجدار بتاعه ماله سميك. ايه الحل ده؟ العلماء او الدكاتره بيعملوا حاجه بقى اسمها وصله شريانيه وريديه. بيوصل شريان بوريد عشان يستفاد من مميزات الاثنين. يستفاد من مميزات الشريان في الضغط العالي ويستفاد من مميزات الوريد بجدار رقيق اللي يعرف يدخل فيه. طبعا بيبقى عاملين ممكن في رجلتهم كده بيبقى عاملينها برجلهم من تحت عاملين زي بلاستيكيه تبقى راكبه دايما كل ما راح يغسل يركبوا له فيها اصلا. يعني بيبقى حاجه ثابته بيعملوا الوصله دي ثابته كل ما يغسل بيستخدم البتاع ده. خلاص وصلت كده؟ يبقى انت الرسمه اللي شايفها بالكلام شريان بس انت فاهم ان هو بيبقى عامل حاجه اسمها مين؟ وصله شريانيه ورديه. عرفت ليه عمل الوصله دي؟ ان هو ما كانش عارف يوصل للشريان لوحده ولا عارف يوصل للوريد لوحده. ده ليه مميزاته للعيوب وده ليه مميزاته للعيوب. انا كاتبها لك ان الوصله الشريانيه مين؟ الوريديه. وقلت لك الوريد يرتبط بالجدران اما الشريان الجدران بتاعته بيبقى فيها عضلات ومن الصعب ان احنا ندخل الابره في الشريان فبيعمل حاجه اسمها وصله مين؟ شريانيه ورديه. كانت اخر حاجه يا جماعه اسمها دور الكبد. الكبد دي دور ايه بقى؟ نمره واحد هضم وتحطيم السموم الممتصه من الامعاء. يعني لو في سم انت شربته ولا سم كلته ولا ادويه خدتها مين اللي بيفضل يدمر السموم؟ الكبد. والحاجه الثانيه تكوين ايه؟ اليوريا. ده وظيفه الكبد. يبقى الكبد هضم وتدمير السموم والحاجه الثانيه تكوين ايه؟ اليوريا. خلصناهم كلهم. حد عنده اي سؤال؟ لما يجي يسالك كده بيقول لك ايه؟ مين العضو اللي بيصنع اليوريا؟ الكبد. طب مين العضو اللي بيطلع الجزء الاكبر من اليوريا؟ الكليه. طب والجزء الاقل؟ الشيلد. العرق اللي في الشيلد بس الكميه مالها صغيره. خلصناهم كلهم، حد عنده اي سؤال؟ يعني الحمد لله.